ماشي. هسه ان شاء الله شباب نبدي المحاضره. هاي المحاضره الاولى للبوليمر تكنولوجي اللي بالكورس ضمن الكورس الاول. فمثل ما تلاحظ هذا الكتاب اللي اتفقنا عليه احنا، الكتاب موجود عندك تقدر تطلع عليه. هاي طبعا مقدمه عن احنا، هاي ما لنا دخل بيها. ارجو انه انت ويا الكتاب تكون عندك دفتر وقلم وتسوي عليه الملاحظات اللي اني حنطيك اياها. اوكي شباب، نبدا البدايه مالتنا حتكون البدايه من هذا الجزء اللي هو البيسك كونسبتس اند ديفينيشنز. حناخذ هنا هسه الامور اللي هي البيسك الابتدائيه للبوليمر مثل ما اتفقنا ببدايه الحديث، ونبدي نتكلم ان شاء الله عن البوليمر. طبعا نرجع، هاي فد شيء معروف انه يعني معنى البوليمر هي كلمه يونانيه قديمه معناتها متعدد، البولي متعدد، الميرز هي البارت او الاجزاء من البوليمر. شباب بس اريدك تلاحظ لي هنا هاي الجزيئه امامك. هاي الجزيئه هي طبعا هو شنو البوليمر؟ البوليمر يتكون من بارتس، من وحدات متعدده. هاي الوحدات المتعدده ممكن ان تنبني وحده ويا وحده، شلون الطابوق مال البناء من تخلي طابوق وتبني وحده ورا اللوخ ووحده تشلب ويا اللوخ على ما تتكون لك في الجدار كلش عالي، يبدي يتكون لك في شيء جديد انت ممكن ان تحتاجه بعمليه التصنيع او بالعمل مالتك. فعندك هنا شباب هذا لو تلاحظ هنا هو الستايرين، هذا مونيمر. لو تلاحظ هنا بالستايرين المونيمر اكو هنا هاي الدبل بوند مالته، هنا حتشوف بيه اشكال. هذا من يجي هنا لمود نكون ونسوي بوليمر من عنده، طبعا حيمر بعدد من المراحل. انا هسه حاخذه بشكل مبسط، بعدين نجي ان شاء الله بالمحاضرات القادمه والجايه المراحل مالته شلون حيبدي ينبني. بس انا اريد اوضح لك هنا شنو البوليمر. فالشكل مال البوليمر بعد ان يمر بعمليات مختلفه، هذا لو تلاحظ هنا الاسره المزدوجه حتبدي صار عندك تو براكتس، هذا يسموه هنا هذا براكتس الاول هذا براكتس الثاني اللي هو نفس الجزيئه. لو تلاحظ هنا هي تشبهها لكن اكو اختلاف بيش بالستراكشر. فمن تنفصل هنا حيسموها هذا طبعا يسموه هنا عندنا مونيمر. مونيمر يعني معناته واحد، بوليمر معناته متعدد. فحيصير عندك هنا هذا الرسم مالته وشلون تعبر انت عن البوليمر، حيكون تو براكتس عندك هنا ويعطيك هنا ايضا رمز وياه، حنجي عليهم كلهم هذني وحده وحده هسه هنا. اريدك بس تتابع وياي، خلينا نقرا شويه نشوف شنو يعني هذني اللي تكلمت عنها هنا شلون بتكون موجوده. فبس ارجو من عندكم شنو شباب التاشير وياي، لانه مو كل شيء مطلوب، كل شيء اكو شيء اسمه للاطلاع، اكو شيء لا مطلوب من عندك، هذا لازم تحفظه ويكون عندك مثبت. اوكي شباب، فبالنسبه لهاي الصفحه حيكون المطلوب مالتك هنا وياي. ستارين هذا الستارين مولكيولز اللي هو حيكون مثل ما اتفقنا. Chemists have devised method of opening this double point. تنفتح هاي double point so that literally thousands of styrene molecules become linked together. هاي من تنفتح حيكون العديد من الوحدات اللي حترتبط وتصير لينك مع بعضها. على ما يسوينا resulting structure مالته هو ال enclosed in square bracket، هذا اللي تكلمنا عنه square brackets هنا. هذا البوليمر اللي هو يسموه بالبوليستايرين. الستايرين itself is referred as monomer which is defined as any molecule that can be converted to a polymer by combining with other molecules. اعتقد كلامي واضح. Of the same or different type. The unit in square brackets هنا يسموها هنا شباب هاي تسمى هنا per repeating unit. يعني مستقبلا اني من اجي اتكلم اقول لك repeating units، انت المفروض تعرف اني ايش دا اقصد بال repeating units. الملاحظ على هذا الشيء ان الستركتشر مال الريبيتنج يونت از نوت اكزاكتلي ذا سيم از ذا اوف ذا مونيمر، مو تمام؟ لو تلاحظه هو مو نفسه، اكو بي اختلاف بالستركتشر هنا. هذا ليش يصير الاختلاف بالستركتشر؟ على مود يخلي المونيمر الى القابليه على البناء، كل مره يبني نفسه، يعني اكو ارتباطات حتصير، هسه نجي نشوف شلون هاي حتكون الارتباطات ان شاء الله بالمحاضره.
فعندك هنا هاي الاتومز اللي الايدنتيكال اتومز اكوبينج سيميلار ريليتيف بوزيشنز. الكونفرجن مال هذا المونتودي بوليمر يتضمن ري ارانجمنت مال الالكترونات، حيصير بها عمليه التنظيم. انت هنا ما مطلوب من عندك، شو احنا مو شغلنا كيمست، ما مطلوب من عندك جدع لدى الالكترونات وشلون تصير، لكن اريدك تباولي على الريبيتنج يونت دائما وعلى الفانكشنال جروبز اللي موجوده بهسه اللي حنتكلم عنها ان شاء الله، من خلاله تبدي تحدد وتعرف شنو هذا البوليمر وشلون يبدي يتكون عندك. فمن يبدي يتكون شباب، هذا من يبدي يتكون عندك الريبيتنج يونت كل مره حيبدي يصير عندك هنا يسموه بالستراكشر يونت. بهذه الحالة إحنا سدنا نتكلم على البوليستيرين ماخذين كمثال. البوليمر is derived from a single monomer and consequently the structure unit of the polystyrene chain is the same as it is repeating unit. نفسه ما تتغير، يصير نفس الشكل مالته وتبدي تتعدد. نعطي أمثلة بعد، إحنا مو نضل نقول بس البوليستيرين. Other example عندك البوليأثيلين، هذا مثال عليه. عندك البوليأكري أكري نايترايل، هذا طبعاً البولي أكري نايترايل هو مهم جداً يستخدموه في الصناعات النفطية البايباد غيرها، لأن يعني يتحمل درجة حرارة عالية والثيرما يعني قصد ثيرمال استيبيليتي مالته كلش عالي. وعندك بالبولي بروبيلين أيضاً أشكال من عنده اللي معظم خلنا نقول اللي هي اللي نسميها بالويرتشيكين مالتنا، اللي هي أعتقد واضحة الويرتشيكين اللي هي الأدوات اللي تستخدم بالمطبخ، الأدوات اللي تستخدم باستخداماتنا اليومية، فكلها تكون نفس يعني بتستخدم من البوليمر أشكال من عنده. فالبوليمر هنا طبعا بالمناسبة شباب، أنت من تقرأ دائما أريد من عندك شو تسوي، تنتبه على العبارات اللي مستخدمة هنا، طبعا هذا جدا مهم. فإحنا هذا الحكي هسه كله حكينا، أكو شيء لو تشوف لي هنا عبارة اللي however، however هنا إذا أكو صار تغيير، هنا صار ولكن، يعني صار الحكي كل اللي حكينا أكو شيء يختلف عليه هنا. الاختلاف شنو؟ إنه some polymers are derived from the mutual reaction. شنو mutual reaction؟ mutual reaction معناته هو التفاعلات المشتركة، mutual مشترك. شلون نسميه احنا هنا بالميوتشوال ريسبكت، يعني الاحترام المتبادل، هنا ميوتشوال رياكشن تفاعلات متبادله، تفاعلات مشتركه، تفاعلات متغيره. of two or more monomers that are chemically similar but not identical. يعني شنو هنا نوبات يكون المونومر اليونت مالته يعني اثنينات متشابهه يصير تفاعل بين مشترك، نوبات المونيمر اللي المونيمرز اللي قاعده تشتغل عليه لا واحد يختلف عن الاخر. فمنطيك اكزامبلز هنا هوايه موجوده، هاي الاكزامبل امامك شوف هاي المركبات هنا. من ضمن هذا الاكزامبل عندك لو تلاحظ لي هنا الهيكسا مثل لينديمايز والاديبيك اسيد حيكون عندك هذا المركب عندك هنا. خلي بس شوية نوقف عند هذا المركب، لاحظ لي هذا هنا هذا لو تلاحظه هنا موجود عندك هذا المركب two functional groups، هذا واحد شباب، هذا الثاني هنا عندك. زين سؤالي أنا هنا، هل هذا يشبه هذا المركب؟ احنا مو قلنا هو مونيمر واحد يبدي يتعدد، هذا نوع من التفاعل، هذا احنا متفقين عليه. هنا شباب لا، هذا الموجود أمامك هنا هذا ما يشبه هذا المركب، اكو اختلاف بي. هذا functional groups هنا وهنا functional groups، هذا functional groups وهذا functional groups اخر، واحد يختلف عن الاخر. فهنا التفاعلين هو هذا اللي قلنا عليه هنا الهوبر، هذا تكلمنا عليه انه هذا البوليمر الموجود امامك هذا اشتقاقه يختلف عن هذا، يعني اقصد به هذا اليونت يختلف عن هذا، اذا معناته ممكن ايضا ما عندنا اي مشكله، يعني تو مونيمر مختلفين ممكن ان يكون لك العفو هذا لو تلاحظ هذا المركب، شوف هذا لاحظ لي، هذا هنا أمامك الفانكشنال جروبز. شباب تسمعوني؟ ما أعرف سمعت صوت إذا أكو. لا عندي صوت. ماشي. نعم أسمعك عيني، تكلم. نعم دكتور. هسا إحنا هذني البوليمرات اللي يجن من تو مونوميرز، ونسميهم كوبوليمرز، يعني هذا كوبوليمر النايلون 66.
لا تستعجل لي على الكو بوليمورز والهوم بوليمورز هسه شويه شويه اني ادي ان شاء الله بالمحاضره انت حتشوفها شنو الانواع مالته وشلون هاي بس هنا دا اريد اوضح لك يعني دا اريد بس اريد افهمك هنا انه البوليمر يتكون مو فقط من يونت واحد يعني مو مونيمر سوي بيه تفاعلات يعني واحد شكل واحد ويبدي يتعدد لا ممكن ان يكون مونيمر يختلف عن الاخر ونسوي بيه تعددات واضح نعم زين دكتور شنو طبيعة التفاعل اللي تخلي هذا البوليمر يصير يعني شنو التفاعل اللي حيصير سؤال عال جدا انا قلت بس اريدكم اريد بس شويه تصبرون وياي انا ما اقدر ادخل مباشره واقول لك نوع التفاعل وش يصير وهذا ليش لان ان شاء الله المحاضرات القادمه اريدك تطمن المحاضرات الجايه القادمه حنطيك الميكانيزم مال البوليمر يعني حنطيك الميكانيزم مالته شلون يصير ليش لانه اكثر اكو اكثر من تكنيك او ميكانيزم معينه من خلاله تقدر انت تصنع البوليمر فانت خلي يعني اطمئن انا حعلمك شلون انت تصنع البوليمر اخليك تكون بي بروفيشنال مو بس اعلمك شلون تصنع البوليمر حعلمك الكونديشنز مالته همين شنو الظروف اللي حتصير وياها وياها حعلمك ايضا حنطيك محاضرات ان شاء الله اخليك شلون تستكشف البوليمر هل هو تكون عندك شنو الشكل مالته شلون تتعامل وياه شنو الظروف اللي انت حتعطيها من حراره ومن تفاعلات معينه فاطمن هسه هنا احنا بس اريد اوضح لك انا شنو اللي ممكن انه يعني بوليمر مو شلون ممكن ان يكون الشكل مالته حيكون هنا من مونيمرز يعني الهدف مالتي الجولز هسه هو انه من يونت واحده او يونت متعدده فهنا مثل ما امامك هنا هذا مونيمر هذا مونيمر واحد يختلف عن الاخر كل واحد له فانكشنال جروب معين يبدي يتكون لاحظ لي هذا المركب هذا الجزء هنا اللي هو من هذا الجزء وهذا الجزء ايضا الثاني من مونيمر اخر يختلف ايضا يتكون لكن اللي صار شنو هذين الفانكشنال جروبز الموجوده به هو اللي خلاه يتكون اهم شيء طبعا بالبوليمرات من تريد تكتب الستراكشر مالته تكتبه شباب بهذا الشكل ينكتبه بهذا الشكل يعني لازم اكو تو براكتس لازم تو براكتس وان two brackets خلي بالك و n من عندها دائما يظهر لو تلاحظ لي هنا اكو functional groups يعني هذا جروب معين هنا وهذا جروب هنا معين يظهر هذا بعدين ان شاء الله هسه بالمحاضره اقول لك الهدف مالته شنو وليش هل هي كل المواد العضويه ممكن ان نسويها بوليمرات لا فكل واحد له فالتنظيم معين فلاحظ لي هنا هذا مثل ما اتفقنا هذا الجروب شباب وهذا عندك جروب جروبين يعني هنا تكون عندك سوالك بولي اللي يسموه بالبولي هيكساميثيلين أديبومايت ليش؟ لأن جاي من هذا الجزء وهذا الجزء أيضا كونه هنا عندك ماشي شباب تجي هنا بعد as we shall see later بعدين هسه احنا ان شاء الله حنشوفه the constitutions of the polymer is usually described in terms of this structure units هذا structure unit اللي تكلمنا عنه زين رب سائل يسأل هنا يقول هنا اذا ما طول هذا البوليمر اذا هذا شباب هنا ترى هذا لا تلاحظه لكن يعني تلاحظه هنا هو بوحده واقف حلو حباب ما عنده اي مشكله لكن بالحقيقه هو مو بس هذا ترى جزء هذا اكو بي شيء يسموه شباب بس وياي يسموه هذا الريبيتنج يونت مالته هو ديجري اوف بوليمرايزيشن دائما يسموه بشنو دي بي المختصر مالته يعني بعد هسه انا مستقبلا اقول لك انا ايش قد الدي بي مالته انت تعطيني الرقم مال الدي بي شلون اعرفه هذا الدي بي لازم اكو طريقه احنا نعرفه اكو بيه حسابات هسه انا اراوي لكم اياه ممكن من خلاله احنا نعرفه لكن شباب بالبوليمر حيكون عندك هنا هذا الرمز هنا ان يعني معناته اكو ديجري اوف بوليمرايزيشن اكو شيء متكرر يعني اجيب لك مثال هذا لو بس انت تتخيل كمركب هنا اوكي حتلاقي الاف بل مئات الالاف بل يوصل الى الملايين من هذا الجزء المتعدد الموجود عندك حيكون على شكل لينك توجذر على شكل باكج معين واحد كامل من هذني المركبات المتوحده اللي هي شيء متصل ويا شيء اخر فهذا نسميه شباب يعني هاي التعددات نسميها بالديجري اوف بوليمرايزيشن
it specifies شباب the length of polymorph, يعني هو اللي يعني هو اللي يحدد ايضا طول الجزيئه مال البوليمر. ليش؟ لانه دائما انا حسب خبرتي وحسب اللي اشوفه دائما البوليمر اللي يكون الديجري اوف بوليمرايزيشن من عنده صغير شباب قليل استخداماته ضعيفه, يعني حتى ما بيعي يستقرا ما يستقر عندك. فكل ما يكون عندك الديجري اوف بوليمرايزيشن عاليه كل ما يكون طول الجزيئه مالتك تكون طويله جدا, فبالتالي استخدامه يكون واسع اكثر. مو بس واسع لان هو الهدف مو استخدام الواسع وانما هدف استقراريه البوليمر عندك, سواء كانت استقراريه حراريه او مدى اللي هو الديجريديشن مالته التحلل بعد عمليه الاستخدام مالته, لانه اذا ما كان الاستابيليتي مالته عالي شباب بالتالي ممكن ان يسبب لنا مشاكل, ممكن ان يتحلل, ممكن ان يتفكك يتكسر عندك. فهنا اكو مصطلحات اريدك ايضا تعرفها. نقول this can proceed by the reaction of monomer to form نسميه بالدايما, دايما يسموه, which in turn reacts with another monomer. يعني من يكون عندك two monomers هنا يسموه بالدايما يبدي يكون, يعني هذا جاي من دايما اوكي نوبات لا يسموه بالترايما. الدايما يعني ثنائي, ترايما معناته عندك هنا ثلاثي اوكي شباب. فتجي هنا هذني المركبات اللي ممكن انه تتكون وتبدي يصير عندك من سلسله من البوليمرات. طبعا انا ما اريدك شباب هنا تقول يعني هسه قسم من عندكم يقول شنو هاي ايش قد يعني هذا كل الحكي انا اجي احفظه. لا شباب انت ما تحفظ هذا كل الكلام, انت اللي عليك اللي تسويه شنو تاشر لي ديجري اوف بوليمرايزيشن شنو معناته, شنو الدايما. هني كل اللي لازم انت تعرفه لان هذني عباره عن مصطلحات, لان مستقبلا احنا ما حنتكلم انا ما اجي اشرح لك, حقول لك هاي المصطلحات لازم انت تعرفها ولا تتوقع انه انا اجيب لك تعريف لهذا. يعني ما هو الديجري اوف بوليمرايزيشن, احنا ما قاعدين بالابتدائيه ماكو شيء, لان هوايه كانوا بنهايه المحاضرات دائما او من انطي المحاضره يسالوني يقولوا لي دكتور هاي للحفظ هاي يعني احنا وصلنا هسه شلون انا اسميكم انت يعني هسه حاليا مو نص مهندس وانما انت اكثر من نص مهندس, لان هي مش باقي لك 7-8 اشهر وتتخرج ان شاء الله, فتكون على ادراك ووعي عالي من مساله كيفيه متابعه الاسئله مالتي وشلون تصير. وان شاء الله مستقبلا ايضا دائما العفو حنكون على تواصل دائم, دائما كل محاضره حتجي حنطيك هوم وركات متابعه اريد افتهم من عندك فاهم لو لا, اضافه الى الاسئله الممكن ان تتوجه الي بنهايه كل محاضره او خلال المحاضره, ما عندي اي مشكله باي شيء انت تريده. فشباب نكمل. فعندك هنا اللو مولكيولر ويت بوليمرايزيشن برودكتس such as the dimer او التترامرز الى اخره هاي اتسترا يسموها شباب بالشنو بالاوليغومرز, هذا يسموه بالاوليغومرز. يعني شنو هنا من انت فعلت مركب ويا اخر يا مونومر ويا مونومر وتكون لك هنا جزء ولو واحد بسيط من عند بدائي تنسمي هذا بالاوليغومرز. They generally possess undesirable thermal, هاي متفقنا هسه تكلمنا عليها, هاي اريدك تاشر لي اياها. هذا دائما الاوليغومرز اللي هو اصغر وحده من البوليمر, يعني مو بوليمر كامل, اوليغومرز هو وحده صغيره اللي هي لو مولكيولر ويت مالتها مثل ما موضح عندك هنا شباب من البوليمرايزيشن. هاي شنو هي مشكلتها شباب؟ مثل ما تكلمنا هسه قبل شويه واتفقنا عليه, هذول ترى generally possess undesirable thermal and mechanical properties. يعني undesirable شنو بالعربي اللي غير يعني ضرورية أو مو صحيحة أو غير مرغوبة. الغير مرغوب هو الأفضل تعريف لل undesirable thermal and mechanical properties, فما ممكن أن تستخدم. إذا high degree of polymerization is normally required for a material to develop a useful property.
properties. زين يجي واحد من عندكم هنا ايضا يسال زين شلون degree of polymerization. ارجع اقول لك اني معينه للتحضير ومن خلالها تقدر انت تعرف شلون توصل للهاي ديجري اوف بوليمرايزيشن. خلي بالكم شباب اي تفاعل اي طبعا هنا هاي ديجري اوف بوليمرايزيشن معناته انت تريد تفاعل ما يوقف، انت تريد تفاعلك يستمر. اذا لازم هنا انت عندك شيء اسمه نسميه بالكونديشنز، الكونديشنز اللي هي الظروف المحيطه بالتفاعل من درجه حراره هاي اولا اهم شيء عندك درجه حراره ومن الكونسنتريشن مال المواد اللي حتضاف الكونسنتريشن مالتها درجه حراره هذا اول شيء انت تفكر به. يعني اللي قصدته شنو هنا انت من عندك تريد تحضر بوليمر لازم اول شيء تعرف شنو هذا البوليمر نوعيته تستكشفه تخلي استكشافات كامله عنه تعرف المواصفات بشكل كامل عنه او احنا نسميها هسه ان شاء الله ايضا ناخذ محاضرات المتقدمه مالتنا بعد قبل نهايه الفصل الدراسي هو هذا كله حناخذ شيء اسمه بالكاركترايزيشن من خلالها نقدر نعرف احنا شنو نوعيه هذا البوليمر وشون نقدر نتفاصل ونتعامل وياه على مدى نحضره يكون بشكل صحيح للمواد المتقدمه وليس للمواد الاعتياديه اللي احنا يعني ضجنا من عندها بولي بروبيلين بولي اثيلين بولي اوريثين هذن يعني اصبحت يعني من الماضي يعني اصبحت انه اي شخص معين ممكن واحد بالبيت هو قاعد يسوي له فد سكالب بلانت معين ولو بسيط ممكن اني احضرهن لكن درجة النقاوة مدى فاعلية هذا البوليمر مدى الفانكشنال جروبز الموجودة بهذا البوليمر مدى شنو وبعد شباب مدى الاستقرارية مالته سواء كانت حرارية كهربائية غيرها. نعم اكو بوليمرات لها توصيلية كهربائية نعم موجودة بوليمرات لها توصيلية كهربائية بوليمرات لها استخدامات في المجال الطبي مجالات استخدامات كلش واسعة فهاي لازم احنا كلها نخليها ببالنا في مسألة التحضير. بس للتأكيد شباب بعد صوتي دي وصلكم؟ نعم دكتور ما جو صوت جيد عال يلا نكمل. فهنا before it can be appropriately described as polymer طبعا لازم انا اشوف استخداماته والمواصفات مالته. البوليستيرين with يعني هنا دا يصير يعني اعاده هسه وباعاده طبعا ما عندنا شيء بافاده للجميع. فمثل ما قلنا degree of polymerization شوف هنا مال البوليستيرين الاعتيادي يعني انت من تجي تاخذه تشتريه هو تقريبا يكون 7 يعني viscous liquid not much use ما بي اي استخدام حيكون liquid ولدرجه البوليمرايزيشن مالته قليله. فلكن احنا لازم نقوم بعمليه نسويها تجاريه commercial grade نشتري من عنده او احنا نروح نشتري من ناخذه اللي هو يسموه بالابسوليوت جريد لا ناخذه تجاري يبدي يشتغل عندنا بالنسبه للديجري اوف الديجري اوف بوليمرايزيشن مالته عاده تيبيكلي اكسس اوف 1000 المفروض يزيد هنا من زاد اذا يتحول الى صلب له استخدامات استقراريه حراريه وهواي الاشكال مالته تبدي تتعدل. اوكي اذا هنا it must be emphasized يعني هنا لازم نأكد ونركز على مسألة انه ماكو فد شيء الا فد شيء واضح ممكن انه استبلش ناخذه بين السايز مال الاليجمنت اند بوليمرز. لحد هاي اللحظة ماكو لحد الان امور الها فد استقرارية معينة وبيها. لكن البحوث انا مثل ما قلت لكم شباب يعني هذا الكتاب تعرفون قديم انا قاري اكو كتب اكو لحد هاي اللحظه اكو وجدوا اكو علاقه بين السايز الموجود بين الاوليغومرز اند البوليمرز فتعرفون انتم فشيء يجدد على شيء فاكو نعم اكو علاقات بين السايز جدا مهمه عندنا بالنسبه للبوليمر.
اوكي خلينا نشوف الديجري اوف بوليمرايزيشن ريبريزنت وان واي اوف كوانتيفاي ذا مولكيولار لينث اوف سايز. اوكي فكل ما صارت عندك ديجري اوف بوليمرايزيشن فهي كلش مهمه ايضا تعطيك طول او سايز للبوليمر. This can also be done by use of the term نسميه بالمولكيولار ويت. نجي هسه للمولكيولار ويت. المولكيولار ويت شباب هو نسميه احنا بالوزن الجزيئي. الوزن الجزيئي ايضا هنا انت اكيد كل ما حيزيد عندك انت عندك ريبيتنج يونت واحد، مو هسه بعد نحكي مصطلحات الموجودة عندك، فعندك ريبيتنج يونت واحد، هذا ريبيتنج يونت واحد الى مولكيولار ويت، فانت لما تريد تطلع المولكيولار ويت مال البوليمر لازم شو تسوي؟ لازم تطلع المولكيولار ويت شباب مال البوليمر هو نفسه والضربه في الديجري اوف بوليمرايزيشن. اوكي فيبدي عندك هنا يتكرر هنا هو منطيك هنا لو تلاحظه منطيك مثال موجود هنا هذا ده يشرح لك بي لكن خلينا ناخذ اكزامبل يكون افضل على موديل يكون عندك واضح. خلينا نشوف هذا الاكزامبل. طبعا انا مثل هم ارجع اعيد قلنا الاكزامبلات امور اللي تخص الحسابات غير هاي طبعا تكون مهمه لازم انت تفهمها وتعرفها. مثال مبسط هذا ما بيه اي مشكله. منطيك هنا مولكيولار ويت مال البولي بروبيلين هذا بي بي يسموه طبعا بالمناسبه دائما البوليمرات يطوها مثلا اي بي جي مثلا بي 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 اس بي اي دي او بي دي ام اس يعطيك مختصرات الى ليش السبب دائما باللغه الانجليزيه شباب يميلون الى المختصرات لغه مثل ما انت عندك باللغه مالتك تخلي شلون مبتدا وخبر وممكن ان تكون جمله بدون يعني جملة مو فعلية جملة من أسماء لكن باللغة الإنجليزية لا لازم إذا مو فعل ما حتصير عندك جملة ما ممكن أن تتكون جملة وياها شيء يعتمدون يعني هي لغة يعتمد على مسألة المختصرات وأنت لا يعني لا تخاف ما مطلوب من عندك حفظ لهذه المختصرات لكن بكثرة التعامل إن شاء الله حيصير عندنا خبرة ما أقول لك بي بي تعرف تقول بروبلين. أوكي شباب عندك هنا بولي بروبولين وذ ديجري اوف بوليمرايزيشن مطي 3 في 10 اس 4 لاحظ لي الرقم هذا العالي هذا هنا 30000 يعني رقم كلش عالي ديجري اوف بوليمرايزيشن عالي عندك هنا ايش يريد المطلوب؟ يريد المولكيولار ويت شلون نطلع المولكيولار ويت هنا نتبع الطريقه التاليه شباب هذا الستركشر ايضا ارجع وهم اقول لك ما عندي شيء مساله حفظ يعني انا من اعطيك بولي بروبولين اريد المولكيولار ويت شباب اعطيك الستركشر مالته اقول لك يا ما اعطيك اسمه يا ما اعطيك الستركتشر مالته تاخذ الستركتشر تبدي تحسب المولكيولار ويت. اعتقد يعني ما اعرف يمكن اذا احد العفو يقول لي اذا ما يعرف يحسب المولكيولار ويت اعتقد كلكم تعرفون تحسبوه شباب اذا ما ادري الو شباب نعم دكتور تعرفون تحسبون المولكيولار ويت اكو اشكال بي بالنسبه لي اعرف بس بقطع اكو اشكال ما طول ما حد يعني ما اعتقد هو اصلا مو صعب يعني في المراجعه بسيطه اعطيكم وياي اصلا محاضره هي اريد شويه احرك ذهنك بس اذكرك يعني انت ماكو واحد انت كلكم ماخذين هاي المعلومات لكن بس شويه احرك ذهنك ودا اوجه المحاضره بتوجيه هندسي يعني انت بس اريد تخلي ببالك انا هسه هذا الكلام مالتي شويه كيمست دا اعطيك شويه كيمست لكن دا اوجهك الى عمليه ان شاء الله مستقبلا الديزاين ديزاين البوليمر ديزاين البوليمر شباب ما حد يسويه غير فقط المهندس الرجل الكيمست اللي يدرس الكيمياء شو يسوي لنا هذا يجيب مواد يخلي تراكيز شيء يضيفه فوق شيء لكن ما يقدر يهندسه ما عنده قابلية للهندسة أنت إن شاء الله آني حخليك تكون عندك قابلية لعملية هندسة البوليمر لذلك between two quotation marks نسميه بالتكنولوجي of polymer أو designing البوليمر شلون نقوم بعملية الديزاين مالته ونسوي له ديزاين كامل جاهز له هاي إن شاء الله حتشوفه أنت بالمحاضرات الجاية فخل نرجع لموضوعنا هذا هو عندك مركب لو تلاحظ كم اكو موجوده ذره كربون 1 2 3 هسه انا ححسبك انا ويا نفسي ففي 12 عندك 3
ايش قد العدد الذري مال الكربون؟ هو 12، ف3 في 12 هسه انا دا كانه دا احسبه، كم ذره هيدروجين؟ 2 3 4 العفو 5 و1 هنا 6، فصار 42. اذا الريبيتنج يونت الوحده شباب هو 42. ايش قد المولكلر ويت مال البولي بروبيلين كله؟ فلازم اضربه في الديجري اوف بوليمرايزيشن. شنو الرمز مال الديجري اوف بوليمرايزيشن؟ اني حقول بعد حضربه في الدي بي، هذا هو الدي بي، فيطلع كله. لاحظ لي هنا هذا الرقم العالي، لاحظ هذا الرقم العالي رقم جدا عالي. ليش الرقم عالي؟ لان ديجري اوف بوليمرايزيشن كلش عاليه في 10 اس 6، اذا معناته جود تشانس لهذا البولي بروبيلين للاستخدام الواسع والاستقراريه الحراريه. وياي هسه شويه خلينا نشوف هنا، هذا عندك هذا الفيجرز امامك هنا، بس شويه اريدك تلاحظ لي اياه. هو عباره عن اكس واي، هسه نتكلم عنه شويه على كيف نبهدو وحده وحده، بس تذكر لي اياه خليه امامك هسه نبدي نتكلم عليه شوي شوي هسه نجي عليه. سو فار يعني سو فار معناته هو يعني شلون نقول لك لحد الان، يعني لحد هذه اللحظه احنا ناقشنا سنجل بوليمر مولكيول، لكن however a given polymer sample like a piece of polysil from your اللي يسمى بالكيتشن وير is actually composed of million. هاي طبعا هنا دا يحكي لك يقول لك هنا لحد الان احنا ناقشنا بوليمر بسيط معين من الاف بل مئات الالاف من الملايين، عندي هنا شوف millions of polymer من جزيئات البوليمر اللي ممكن ان تكون مصنعه في جزيئه او في مكان معين واحد، فاشكال اكو هوايه كبيره من عنده. فهنا الشباب هم يبدي يعني دا يتكلم يقول لك consequently any given polymer example content، ارجو انه بس اريدك تتابع وياي وتاشر اذا تحب هنا، ما اعرف يعني اذا المحاضره انا بعد احاول انزلها مثل ما سويت، انت شو تسوي؟ يعني شوف اول محاضره تسحبها وتخليها امامك وتبدي تاشر وياي الامور المطلوبه. هسه حاليا لين دفتر ورقه وقلم تاشر تقول الصفحه اللي فيجر واحد واحد شنو مطلوب بيه وشنو انت ممكن انها على مود يصير عندك اشكالات فيه. فالمزيج من البوليمر هذا الديفرنت تشين لينث اكسبت فور سم بايولوجيكال بوليمرز لايك بروتينز. خلي شويه نوقف بشكل بسيط هنا، مو موضوع ان احنا البروتينات، البروتينات طبعا ايضا نوع من انواع البوليمرات، لكن البروتينز تكون البوليمرز مالته هي شلون نسميها؟ نقول بوليمرز ذو سلسله طويله متشابهه ماكو اي حد. نعم هي احماض امينيه المونوميرز مالتها. نعم مثلا عندك الاحماض الامينيه فهي بوليمرات متعدده، لكن اكو فد خاصيه موجوده بالبروتينز اذا تحبون وصار لكم مؤسس بي. فالبروتينز الخاصيه الموجوده به هو الا سلسله طويله نعم كلها متشابهه. السلسله هاي مالتها ما بها عمليه تغيير، يعني كلها متوحده وحده واحده، يعني ما بها اي اشكال بين السلاسل او طول السلاسل الموجوده. هسه حنجي نشرح هي مساله طول السلاسل وعلاقتها بالمولكيولر ويت على هذا الرسم. زين فهسه اتفقنا البروتينز يكون بس هو للتشبيه، البروتينز يكون لا السلاسل طويله واحده جزيئه واحده شكل واحد بدون اي تغيير، لكن البوليمرات التصنيعيه مستحيل نوصل لهذا الشيء. ماكو يعني دائما يكون اكو اختلاف بالاطوال بالسايزات الموجوده. ايش اقصد بيه هنا؟ دائما يكون طول السلسله من يكون كل ما تكون عندك طويله، هاي اريدك مهمه تثبت لي يا شباب، كل ما تكون السلسله مال البوليمر طويله تكون ان افكت هي المؤثره اكثر شيء، كل ما تكون طويله، كل ما تكون قصيره لا استخدامها يكون يعني ما يصير بها عندك هنا استخدام كامل، وانما مجرد توصيلات تكون بين الريبيتنج يونت. لكن تكون التوصيل السايز مالها طويل او بها سايز معين كلش طويل مولكيولر ويت كلش عالي، معناته هنا هو هذا ان افكت هو هذا المطلوب. اوكي لايك بروتين، نرجع على البروتين which have a single well defined well defined شكل معروف واضح من المولكيول well يسموه بالمونو ديسبيرس. مونو ديسبيرس يعني نقول عليه كانه انتشار موحد واحد بدون اي تغيير، هذا منه بروتينز.
This means that the distribution of molecular weight exists of يعني exists for the synthetic polymers. يعني typical molecular weight distribution curve for polymer هذا مثل ما يراوينا هنا اللي هو برقم واحد. هسه شباب ايش اريد من عندك؟ انا شويه حصغر الصوره على مود اذا تظهر ما اعرف تكون افضل على مود ويا الرسم والتابع لي هنا ويا الرسم. ماشي شباب؟ لان هذا الجزء جدا مهم، اريدك بس تفتهمه على مود تعرف شلون ديزاين البوليمر وشلون تتعلم شغل البوليمر يكون وشنو الافكت بالبوليمر. زين. شباب بالنسبه المولكيولر ويت بالبوليمرات هو بجزئين. اوكي؟ مولكيولر ويت بجزئين. الجزء الاول نسميه بالام ان، اريدك بس تنتبه لي على هاي. الان وانتبه لي على الدبل وحده وحده. خلينا نجي على هذا الام ان، يعني اكو جزئين من المولكيولر ويت، هذا لو تلاحظ هنا الاكس اكسس هو كله مولكيولر ويت، فاذا اكو جزئين من عنده. اوكي؟ خلينا نجي عليه واحد واحد. The existence of the distribution of molecular weight in polymer sample implies يعني تلمح يعني وجود المولكيولر ويت وتوزيع، مو وجود المولكيولر ويت، توزيع المولكيولر ويت، هذا لاحظ لي اياها، توزيع المولكيولر ويت وين؟ بالمحلول او بالبوليمر اللي عندك موجود هنا يلمح implies شنو؟ that any experimental measurement of molecular weight in the given sample gives only an average value. يعطيك الافرج. لو تلاحظ هنا هذا الرمز مالتك ام وهنا ام كله عليه سلاش، هاي شو سلاش هنا الفوق هذا؟ اي رقم او اي رمز بالرياضيات او شكل عام من تشوف عليه سلاش فوق معناته هنا هذا ماخذ الافرج فاليو. شنو الافرج فاليو؟ يجمعهن يسوي كاونت ايش قد عددهن كلهن يجمعهن جمعه واحده ويقسمهن على عدد مالته، هذا هو الافرج فاليو يسموه. اوكي؟ زين. هسه هنا أنا اريدك شوي تاخذ نفس ترتاح شويه تنتبه لي بس هنا على التايبس مال المولكيولر ويت لان هذا مهم عندك. اوكي شباب؟ يلا خلينا نبتدي. اذا اكو تو تايبس اوف المولكيولر ويت او يسموه بالمولكيولر ويت افريجز ار موست كومنلي كونسيدر، دائما يؤخذ بنظر الاعتبار في البوليمرات. اذا اكو تو شنو مولكيولر ويت افريج ار موست كومنلي كشائع بالاستخدامات هنا. اول واحد ويا شباب نسميه the number average molecular weight. انتبه على ان هذا هو number average molecular weight اللي is derived from measurements that in effect sorry the average molecular weight represented by mn. اوكي عيده number يسموه number average molecular weight represented by mn. شنو هو هذا شباب؟ خل اجي عليه واحد واحد، انا شويه حطفر هذا الحكي هنا على المود بس اوضحه، اريدك تنتبه لي عليه. هذا شو يسوون شباب؟ يجون على البوليمرز كله كامل ايش ياخذ؟ ياخذ كل المولكيولر ويت، يبدي عنده كلهم، شكو مولكيولر يعني شكو عندك جزيئه موجوده بالبوليمر ياخذها يجمعهم كلهم يشوف ايش قد العدد الموجود عنده، يعني مثلا لقى جزيئه المولكيولر ويت مالتها مثلا 100، لقى واحده 200، لقى واحده 600، لقى واحده 800، لقى واحده 100,000، يجمعهم كلهم يقسم على العدد مالتهم ايش طلع؟ امان طلع لمن؟ هذا الافرج يسموه مولكيولر ويت عام شامل كله. زين؟ هذا رقم واحد. الثاني شويه اهم، مو شويه، انا اشوفه اكثر اهميه. يسموه بالويت افرج مولكيولر ويت. دائما باللغه الانجليزيه شباب احنا من يقول لك الويت افرج مولكيولر ويت، شوف تكررت الجمله هنا، لا مو معناته انه يحب يكرر بالكلام، لا هنا معنى الويت مو وزن. هنا لها معنى. المعنى مالته هنا يعني احنا نسميها وزن، لكن من تقول انت شلون مثلا اعطيك مثال من تقول والله واحد كلامه موزون له وزن يعني له ثقل مو بالشكل هذا، هاي هي معنى الويت افريج مولكيولر ويت اللي هي الام دبليو. يعني اوضح لك اياها هنا بالعربي بشكل اوضح انه الام دبليو حتكون اهم، يعني تاخذ هنا شكو جزيئه ان افكت. ان افكت شلون تعرف هاي جزيئه ان افكت؟ size مال
اليونت او الريبيتنج يونت اللي قاعد يشتغل. فكل ما كان السايز مالته شلون نسميها محترم واضح بطل طويله السلسله السايز مالته كله كبير ناخذها شباب نحسبه. يعني لقينا السايز مالتنا هنا أنا موجود عندك مثلا او المولكلر ويت خلي يكون مثلا 10,000 او 20,000 او 100,000. هذا شيء واضح، هذا شيء ممكن ان يذكر. يعني شلون واحد بجيبه خال ربع دينار او 1000 دينار وعده 25,000 وعده ورقه ام ال 50 يعني عمله فد شيء، اذا دني ناخذها ان افكت نحسبها. انا ما بدي احسب لي ال 1000 دينار والربع وال 500 ما هذني مو ان افكت بجيبي من اطلع واروح اعزم صديقي او اطلع ويا اهلي اروح اطلع ال 25 والفلوس مالتي، ما اطلع ال 1000 والربع، اذا هاي مو ان افكت. لكن بالبوليمر هذني الهن اهميه. شلون الهن اهميه؟ هسه نجي نشوف. طبعا هذا هنا الحكي كله هسه انا تكلمت هذا لهنا، خلينا نشوف الاهميه مالتن هنا. In addition to the information on the size of the molecules given by the molecular weight مال ال MW وال MN، اذا اكو ريشيو شباب بين ال MW وال MN. شنو هاي الريشيو؟ وهاي مين جتي وشنو هدف هاي الريشيو؟ يعني لما اجي اني اقسم ال MW على ال MN شنو indication لشنو؟ is an indication يعني دليل of just how broad the differences in the chain length of the constituent polymer molecules in a given sample are. يعني هاي الريشيو اللي موجوده هنا هي حتعطيني، هي حتقول لي ايش قد مدى واسعيه الاختلاف بالسلسله وبالطول السلسله مالتي. هسه بعد اوضح لك اكثر، يعني ما اريدك تدوخ بيها. تجي هنا الام دبليو شباب تقسم على الام ان، الام ان المفروض ينطيني النتيجه مالته اكو شيء يسموه بالديسبيرس يعني البولي ديسبيرسيتي هاي. يعني من اجي اطلب اني من عندك شباب او تجي تسمع اقول لك والله هذا البوليمر هاي بولي ديسبيرسيتي. شنو الديسبيرسيتي؟ الديسبيرسيتي معناته التوسع والانتشاريه. فكلما كان، تنتبه لي على هاي الملاحظه، كلما كان البولي ديسبيرسيتي حيكون بالبوليمر او السينثيتيك بوليمر عالي معناته البوليمر جود يشتغل جيد. احنا هذا اللي نريده، احنا نريد نعلي بالبولي ديسبيرسيتي مالته. ليش؟ على مود يزيد لك بالفانكشنال جروب وبالعمل مالته. زين نرجع شباب، تعجبكم مساله البروتين والاحماض الامينيه؟ البروتينات شباب ايش قد البولي ديسبيرسيتي مالتها؟ احد يقدر يجاوبني؟ لا يقرا بس يجاوبني. سؤال انا اسال، من يقدر يجاوبني؟ المفروض الديسبيرسيتي مالتها عالي. بعد شو اسم حضرتك انت؟ اكرم. اكرم وغير اكرم؟ سؤال هسه بعد الشرح مالتي بالبولي ديسبيرسيتي اريد اعرف ايش قد لا تحاول تقرا، هي موجوده ترى ما اريدك تقراها، اريدك بس تركز لي. انت من تركز شباب انت حتعرف شنو الام دبليو ام ان من خلاله، تعرف البولي ديسبيرسيتي ايش قد مال البروتين. اكو احد يقدر يجاوبني؟ يعطيني رقم ويقول لي ليش. ماكو اجابه، ماكو مشكله، خلي اوضح لك بعد اكثر، ما انا اريدك تفهمها هنا شباب. البولي ديسبيرسيتي هي تعطي مدى التنوع يعني الريبيتنج او الجزيئات الموجوده للربط بين البوليمر. البروتين ترى كل جزيئاته واحده، متفقنا هيك؟ مو قلنا كله هو عباره عن جزيئه واحده، يعني الام ان مساويه للام دبليو متساويه، ما عنده اي يعني بولي ديسبيرسيتي مالته من يكون واحد. انا اريدك بس على مود تميز بينه، يعني البروتين من تساوي
هو متساوي كله، فمعناته هنا الام دبليو على الام ان هو القيمته مالته تكون واحد، يعني ماكو بولي ديسبرسيتي ما موجوده بالبروتين. وانت تقيس على ضوءها من يكون عندك بوليمر او مصنع انت بوليمر حيكون اكو جزيئات اكبر اصغر، فيبدي هنا يتصاعد ويصير به تغييرات كلش كثيره. زين خلنا نجي هنا شوي على الرسم شباب وياي، بس هسه واضحه؟ اكو احد عنده استفسار؟ احد يريد اعيد الموضوع هذا؟ هذا مهم الجزء. سؤال استفسار ماكو شباب؟ ماشي جيد. فهنا أنا شوية بس ارجع لي لاحظ لي الفيجر هذا، هذا الفيجر أمامك، هذا شنو هو؟ لو تلاحظ لي أول دائما شباب خلي بالك من تريد تسوي تفسير أي فيجر عندك هنا، لاحظ الإكس أكسس والواي أكسس. الإكس أكسس شنو هنا؟ مالك لويت. الواي أكسس شنو هو؟ الاماونت اوف بوليمر، يعني كان يكون وزن، كان كميه البوليمر، يعني كوانتيتي مال البوليمر هنا. فلو تلاحظ لي هنا لما تجي شوف كل ما يصعد المولكيولر ويت، يعني هنا كميه البوليمر كل ما تزيد طبعا المولكيولر ويت يزيد، اكيد يزيد كميه تزيد حساب اكثر المولكيولر ويت عندك هنا ازداد يوصل الى القمه يسموها بالام ان. هاي شنو هي مثل ما اتفقنا عليها؟ هو نجي على البوليمر نحسب ايش قد المولكيولر ويت، نظل نحسب نجمعهم كل نقسم هذا التوتال كامل افرج افرج مولكيولر ويت اللي هو كامل اللي يسموه بالنمبر افرج مولكيولر ويت. لكن لو تلاحظ لي هنا كل ما نتقدم هنا لو تلاحظ بالمولكيولر ويت كل ما يزيد عندك المولكيولر ويت الاماونت اوف بوليمر حيبدي شو يسوي؟ الاماونت يبدي يقل. ليش؟ لان دا احسب بالام دبليو، الام دبليو بس الان افكت، بس الان افكت بس السايز العالي بس الان افكت، فاكيد حيقل. هذا اعلى يكون هنا من عنده، هذا حيكون هنا اقل بالنسبه لهذا الجزء من عنده. لكن هذا يعتمد على انواع البوليمرات وانواع يعني ارقام انت حتتعامل انت هنا ويا ارقام. هذا بس مجرد شكل توضيحي لك يوضح لك بين الام ان والام دبليو. فخلنا نجي هنا عندنا مثال توضيحي اكثر. هذا اكزامبل 1 2 لاحظ لي هنا نايلون رقم 11 has the following structure. اوكي ما عندنا مشكله، هذا النايلون وهذا الستراكشر مالته مثل ما قلت لكم. ما يجيك بس نايلون رقم 11، انا اعطيك التسميه كامله، انت ما مطلوب يعني انت ممكن بس شويه جوجلت على النايلون 11 يطلع لك، لان ماكو هدف من مساله الحفظ. الهدف هنا شلون تتعامل ويا هذا النايلونز او شلون تبدي انت تسوي الحسابات مالتك وتبدي تحسب عليها الحسابات اللي تريدها. زين خلينا نشوف هذا المثال. The number average degree of polymerization معطيك الاكس ان، هذا degree of polymerization. هسه نجي نشوف شنو هي، بيها تعريف كامله هنا شباب موجوده واحده واحده لا تستعجل عليها. فالاكس ان داش معطيك هي 100، الام دبليو معطيك اياها. شنو المطلوب بهذا السؤال؟ لاحظ المطلوب شنو؟ What is المفروض هذا غلط. What is the ذا، هاي المفروض ده مو اتش مرتين تتكرر غلط. وات از ذا البولي ديسبرسيتي. زين البولي ديسبرسيتي ايش تساوي؟ البولي ديسبرسيتي تساوي ام دبليو ام دبليو. جيد نعم ام دبليو على الام ان. زين ام دبليو عندنا موجوده اوكي، البولي ديسبرسيتي ما موجوده، يعني هنا مجهولين اكو بهذا القانون مو الام ان والديسبرسيتي والعفو البولي ديسبرسيتي اثنينات المجهولات، لكن عندنا هنا بعض الارقام من خلالها نقدر نحسب. الام دبليو بالله خلصنا من عندها موجوده، اذا اكو عندنا مجهولين لازم هنا نبدي نحسبه. عوف هذا الحكي كله احنا نظل هذا بس حكي وكلام وهذا، لا حنشوف معادله عندنا هنا. لاحظ لي بس لا تنسى هذا السؤال امانه خليه هيك امامك على ما تشوفه تطلع عليه. اذا هنا عندنا رقمين وعندنا مجهولين والمعادله مالتنا واضحه. خلينا نشوف هنا، خلينا نشوف شنو الاكس ان. هذا جديد ظهر عندنا. الاكس ان يمثل يسموه بالديجري اوف بوليمرايزيشن. طبعا كل ما نشوف ان هو معناته ديجري، يعني شيء متكرر. الان ده يرمز هنا شباب دائما تخلي بالك تكرر متكرر متكرر، ما يعني هذا ما يعني ما حيصير عندك رقم هنا، وانما من يكون ان يعني معناته نمبرز او شلون يمثله، يعني شيء متعدد ارقام متعدده حتكون عندك هنا.
زين، خلينا نشوف الاكس ان. اكس ان عباره يعني هاي، اذا شباب تنتبه لهنا، اذا ما منطيك انا الاكس ان، انا ممكن نغير بهذا السؤال، ما انطيك اكس ان، انطيك هذني المعلومات هنا، اعطيك كم يونت موجود عندك ان، انطيك الديجري اوف بوليمرايزيشن مال كل جزيئه تتكون عندك، اوكي، وانطيك ايضا الام ار هي المولكيولار ويت، تبدي انت ايش قد عدد ان تضربهم كلهن، اوكي، كلهن تسويهن حسب هاي المعادله. هذا معروف مو شباب، هذا سميشن، يعني من هذا متعدد بالنسبه للان كله، يعني هذا من واحد مثلا اذا كانت هنا 100، هذا ما ينحسب، ال 100 حتكون هنا جوا، وهذا يبدي يتعدد عندك هنا، وكل مره ينضرب كلهن ايش قد اعدادهن. اذا كانت 10 هنا المفروض يتقسم على 10، اذا كانت 5 يتقسم على 5، تطلع الاكس ان. هنا لحسن الحظ معطينا الاكس ان، يقول هو 100 الرقم مالته، اوكي، ولكن هاي للحفظ تباوع هنا الدرجه مالته. خلينا نجي نطبق المعادله. زين، ايش قلنا احنا بالمعادله؟ خلينا نباوع على نهايتها هاي، البولي ديسبرسيتي ايش تساوي؟ ام دبليو على ام ان، ام دبليو موجوده، اوكي، الام ان عندنا هنا مجهوله ما موجوده، وايضا البولي ديسبرسيتي هاي ايضا ما موجوده مجهوله. فالحل شلون يكون هنا؟ فلازم شو نسوي احنا؟ نطلع قيمه الام ان، يلا نطلع، يعني واحد قسم على الاخر حيطلع البولي ديسبرسيتي. فالام ان حتساوي، الام ان ايش تساوي؟ هنا ايش قلنا احنا على الام ان؟ من يقدر يقول لي شنو هي الام ان شباب؟ نمبر افريج. ها؟ نمبر افريج مولكيولار ويت. جيد، يعني معناته شنو؟ يعني الديجري، يعني الديجري، يعني نحسب الافرج مال البوليمر كله بغض النظر عن جيد، فهو منطيك الديجري اوف بوليمرايزيشن، ومنطيك الام ار مال اليونت اللي هي او ما منطيك يا، لازم انت تحسبها. هاي الارقام من وين جبتي؟ ها شباب؟ هاي المولكيولار ويت استاذ مال ياهو، مال المركب اللي شو اسمه الموجوده الصيغه مالته بالسؤال، وش اسمه؟ هي فوقها موجوده نايلون داش، نايلون داش، فهذا انت تحسبها. شلون تحسبها شباب؟ اعتقد واضحه، يمكن مو الحساب مال المولكيولار ويت مال هذا، مو واضح هذا هنا، هذا سي اتش اي 2 هذا هنا و12 شباب يدي يصير 14، اوكي، تضربها هنا في 10 وتجمعها ويا الان، طبعا كلها لازم انا اعطيك هاي المعلومات، لو 16 السي ايضا 12 تجمع هنا المفروض ايش يطلع؟ هو انا مسوي يعني بسرعه، طيب 15 زائد 14 في 10 زائد 12 زائد 28 ومسويها. فمن ضرب هنا في رقم 100 اللي هو منطي هاي الديجري اوف بوليمرايزيشن على هذا الرقم 100، طلع 18300، اوكي، شيء يقسم على شيء طلع البولي ديسبرسيتي 6.56. زين، احنا اي رقم عندنا يطلع؟ بالمناسبه البولي ديسبرسيتي بدون وحدات، مو صح ولا غلط؟ صحيح. ليش؟ صحيح دكتور، لان تختصر. جيد، تختص لانه وحدة نعم هاي نفس هاي، فتختصر، فاذا البولي ديسبرسيتي بدون وحدات. وبالمناسبه دكتور خالد اللي هو اني، ما اقبل نهائيا تكتب لي رقم بدون وحدات. هذا الفيديو يسجل عني، هذا الفيديو موجود تسجيل، باكر عقبه يجي واحد يعاتبني، والله انا الرقم طلعته صحيح، والله ما اعرف شنو، ما عندي شيء اسمه رقم بدون وحدات نهائيا. تكتب لي رقم الوحدات واكرر. وبالامتحانات اكو ناس جاوبت عندي الفتره الاخيره اجابات جيده ونتائج صحيحه طلعت عندي، لكن من اباوع الرقم نقصت مو اقل من 5 6 درجات تروح عليك. ما عندي تعطيني رقم بدون وحدات. لكن من تجي تباوع هنا هذا معروف هو اصلا بدون وحدات. فاذا رقم بدون وحدات فهو ما نكتب له شيء، هو بدون وحدات. لكن اذا هذا كان ويا وحدات موجوده معينه هنا، مثلا وحدات اللي هي تقرا مثلا مولز، جرام بير لتر،
هاي طبعا وحدات الكونسنتريشن، نوبات بيرسنت، بيرسنت نسبه، تجي تقول لي نسبه تكتب لي اياها، يعني لازم اكو شيء يدل على الرقم وياه بالوحدات مالته الموجوده، فهاي تخليها ببالك، ما اريد رقم بدون وحدات لين تقل عندك الدرجات. زين، عندي سؤال هنا هسه على هذا الجزء. مثل ما اتفقنا احنا كل رقم له معنى، يعني مو خومه بس هي كتابه ارقام ودنا نطلع نتيجه ونروح نقعد بالبيت ونضيف راسنا وننام، لا. شنو معنى هذا الرقم؟ البولي ديسبيرسيتي طلع 6.56، انت كمهندس ايش يعكس عندك؟ اريد بس اسمحوا لي اسمح لي اريد ناس اخرين يشاركون، يعني انا دا اسمع نفس الاصوات من البنات، وين هن البنات؟ يلا تستحون تحجون عيني؟ تستحون؟ يلا انا حشوف العد، انا حسأل من البنات ماشي هسه. خلينا نشوف. نور محمد وينك؟ نور محمد وحيد، نور محمد وحيد مزعلتني ما تريد تحكي وياي، ما عندي مشكله بعدين نصالح. النور حنين مرتضى جبار، ما سمعت السؤال زين. يلا عيدك يا تدللين هنين. شوف هنا عندنا اكو شيء اسمه بالبولي ديسبيرسيتي، هذا شوفوا يا محسبناه هنا ايه. هذا يا تطلع لنا رقم 6.56، هذا شيء يعني لك كمهندس انت؟ هذا الرقم شنو يعني؟ منقسم للمولكولر ويت على المولكولر هو قسمناه شيء على شيء، انا ما احكي على المعادله هي، لكن اريد تفصيل. يعني هسه هو يعني هذا شنو الرقم اللي طلع عندنا؟ يعني انا جيت باكر عقبه هاي نسبه. اي خلها اكمل لك هسه بس خل اوضح لك. لا لا عادي، ماكو اسفه ماكو اسفه، ما عندنا ما صار شيء على مود نتاسف عليه. فعندنا هنا جيت دادت زيك، انت طالبه دراسات عليا، طالبه دكتوراه ان شاء الله، كلكم دكتوراه كلكم دكاتره. فالمهندسة الدكتورة حنين روحي جيبي لي البولي ديسبيرس، يعني بولي ديسبيرسيتي اريد مالته 6.56، انت تقولي لي اوكي ماشي انا هسه اروح اجيبه، ليش انا طلبته منك؟ او شو يعكس عندك؟ ايش تفهمين؟ استاذ ما اعرف والله. ما كنا علماء احنا، ما يعني هم نقرا ونفتهم ونريد نتعلم. زين نشوف زينة، زينة عباس، زينة وين زينة عباس؟ ما أعرف، يمكن يعني قسم من عندكم بس فاتحين، يعني بس وجود هيك ما يعني رايحين عايفين المحاضرة. زينة عباس ماكو. زهراء باسم، نعم دكتور. يلا زهراء جاوبينا على السؤال مالتي، نرجع مرة ثانية. قلت لك هو مصطلح جديد علينا، بس انت قلت انه التوسع والانتشارية. جيد، هي ما هو طبعا احنا ان شاء الله كلها طبعا نريد ناخذ امور جديدة على مود نتعلم. اللي هو شنو قلتي لي؟ تسعديني. التوسع والانتشارية، واذا كان الرقم عالي معناها البوليمر جيد. عال هو أنا هذا الرتب أريد من عندكم بس تفتهمون، يعني تموت بعد بس مصطلح هواي وطلع له حساب، لا تفتهم علي أنا. فإذا بس تخلي ببالك، أريدك بس وياي شو اسمك أنت أبويا نسيت اسمك؟ زهراء باسم. زهراء بس باعيلي هو هذا يعني من إجى هنا 6.56 طلع، أريد بس يجي إلى بالك وبال الآخرين شباب البروتين البولي ديسبيرسيتي مالته واحد ترى، مو اتفقنا هيك؟ مو متساوي لانه يونيفورم. جيد عافيه بك، من بده يحكي وياي؟ حمزه؟ اكرم حمود. اكرم نعم. معناته انه هذا هنا معناته راسا اتخيل اني كثير من اليونت او ريبيتنج يونت جزيئات بها صغيره وكبار، لكن الكبار اكثر من الصغار وياي؟ كبار اكثر يعني هو مقياس للنون يونيفورميتي اوف
ماتيريال. جيد، هسه فهمتوا؟ اصبح واضح شباب؟ واضح يعني؟ احد عنده سؤال عليه قبل ما نكمل محاضرتنا؟ هاي طبعا للحفظ. دكتور نعم. بس في السؤال، نعم، النمبر افريج مولكيولر ويت والويت افريج مولكيولر ويت، نعم، احنا هسه بالويت مولكيولر مو بدنا نحسب المونومير المولكيولر ويت مال المونومير. نعم زين، هو اكو احنا عندنا مونيمرات يعني مو كلها مشابهات، اللي هو يعني اكيد اللينث مال السلاسل مو كلها مشابهه، يعني جيد. اللي نسوي شنو؟ ناخذ بس الان افكت. تعرف شنو الان افكت؟ بس اللي داخل الان افكت اللي داخل بالفعاليه. تمام. شلون داخل بالفعاليه؟ شلون تعرفه؟ اي من تكون المولكيولر ويت مالته عاليه كلش. مولكيولر ويت مالته عاليه كلش، يعني السايز مالته يعني الطول يعني طويل. بوليمر سايز مالته كلش طويل، اكبر واحد هو هذا الداخل بالافكت، هو هذا اللي احسبه. الصغار ما ناخذه. بس احنا قبل شويه اخذنا النايلون 66 اللي هو من الهيكسي مثل الدايمين والاديبيك اسيد. نعم. هنا شنو نحسب اثنين هين لو نحسب بالضبط؟ هنا اللي يصير الحسابات مالتك هي عن طريق طبعا هذا يسموه بالكاركترايزيشن. خلينا ندخل شويه تفصيل اكثر. كاركترايزيشن شنو معناته؟ معناته انه انت تاخذ البوليمر وتسوي له عمليه تحليل، يا اما تشوفه ضمن فد مجاهر معينه متطوره يسموها بالاس اي ام، او نوبات يسوي له عمليه تحليلات اخرى اف تي اي ار غيرها. اكو تحاليل هواي يسوي الكاركترايزيشن، من خلالها تدرس الاطوال وتعرف شنو هو انت الشكل حيصير امامك وكم جزيئه مالتك وشنو هي هاي الجزيئه اللي هي بالان افكت، فتاخذهن تفصلهن انت زين. هنا يبقى مساله شلون اقول لك التفاعل اللي حيحدث عندك، يعني الاطوال، يعني هذا هو مو مجرد انه بس هذا الجزء تفاعل ويا هذا الجزء، انا ما اعرف اكو سلسله من التفاعلات ويا السلسله مال هاي التفاعلات حتطلع لك الاطوال اللي حصير عندك. يعني لا هو المركب الاول، خلينا نرجع على السؤال مالتك هنا او هذا الشكل، هذا انا ما اعرف لا هذا الجزء ولا هذا الجزء، انا اعرف هنا اللي حيصير شنو اللي حيصير عندك الافكت. يعني بمعنى انه من تسوي عمليه فحص وتباوع الاطوال، ياهو الاطول منهم ياهو اطول جزيئه حتاخذها الافكت، والاكثر من عندها ما تاخذها انت بالافكت مالته. اوكي واضح؟ واضح ماشي جيد عال جيد. اكو احد عنده استفسار لهنا؟ فريدك تتحضر شباب المسألة يعني امتحان، هاي حتكون معادلة أمامك، تكون أسئلة، حتكون عندك هنا أنا أقول لك البولي ديسبيرسيتي مفروض أنت تعرفه، يعني أنا ما أنطيك هاي شنو الشكل أنت تعرف وشون تقسم وشون تطلع وياها، أقول لك يعني هل هذا يعني مفيد البوليمر نستخدمه لا عندنا فد إشكال بي، أنت تجاوبني على حسب الرقم اللي يطلع عندك هنا. أوكي جيد، نكمل المحاضرة. زين هنا شباب اكو تصنيفات للكلاسيفيكيشن اوف بوليمر. طبعا اول ما يجي الى ذهنك بالعمليه التصنيف البوليمرات او شنو هي الانواع المتوفره من عندها، تجي اكو شيء انه اكو طبيعي اكو صناعي، يعني اكو ناتشرال اكو سنتيتي اكو، انت من عن طريق يعني الطبيعه ممكن نحصل على البوليمر بشكل مباشر، او ممكن انه لازم انت تكون تقوم بعمليه التصنيع، لكن الشيء الوارد والاكثر شيء هم يقومون بعمليه التصنيع. انا ما اريد ادخل بهذا التصنيف. هذا التصنيف ما يخصنا هسه حاليا، يعني لو طبيعي يكون عندك مصنع، مو هذا المهم عندي، المهم هذا التصنيف شباب متاشره يمك. Other classification are based on the على شنو؟ وياي. رقم واحد البوليمر ستراكشر، مو صح؟ بوليمر ستراكشر، اوكي؟ هذا رقم واحد. قبل شويه احد زملائكم دا يسالني يقول زين انا شنو هي التفاعلات؟ شلون حيصير؟ شنو اللي حيتفاعل؟ هسه واحده واحده حتبدي تيجي تتوضح عندك الامور. اذا رقم واحد البوليمر ستراكشر، رقم اثنين البوليمرايزيشن ميكانيزم، اوكي؟
مو اتفقناش شلون تصير الميكانيكيه زين، هذا من دا يرتبط شيء ويا شيء ودا يتكون يا اما سلاسل قصيره سلاسل طويله ودا يصير الافكت ودا يشتغل شلون دا يصير. اذا هذا نسميه بالبوليمرايزيشن ميكانيزم، هذا التصنيف اللي اريد اني. البريبريتيف تكنيكس شنو هي التقنيات اللي تستخدم؟ ها والاخير واحد اللي هو حناخذه ان شاء الله بالثيرمال بيهافير. لما نجي طبعا هذا الموضوع مال الثيرمال بيهافير هو كلش مهم، وهذن اللي دا احكي عليها الشباب اني كبوليمر ستراكشر، ذا بوليمرايزيشن ميكانيزم، هاي طبعا احنا نختارها، البريبريتيف تكنيك، الثيرمال بيهافير، هذا طبعا كلها انت مو بالنظر تشوفه، وانما اكو اجهزه متحسسه خاصه تقوم بعمليه الفحص. لذلك أنا عندي أكثر من محاضرة حتكون على طريقة الفحص، شنو طريقة الفحوصات اللي نجريها على البوليمر على مود نقدر نستكشفه، هل هو أنا من حضرته على البوليمر صحيح، هل هو هذا اللي نشتغل عليه أم لا طلع لي غير ستركتشر، مو فلازم نسوي له عملية فحص. فإذا أحد يعني حتكون أكثر من محاضرة تتكلم على طريقة نسميها إحنا بالعربي العامة الاعتيادية فحوصات عامة، لكن بالإنجليزي مهمة جدا هذه الكلمة اسمها الكاركترايزيشن. كاركترايزيشن هاي احفظها الكلمة جدا مهمة، حتشوفك عندك بالمحاضرات الجاية. هذا تهمل لي مو مهم عندي هسه حاليا، ما اريد ادخل بالفايبر وبال مو بالانزيمات شلون مو شغلنا هذا هسه، ما اريد هذا زين. يعني احنا بنشتغل على الديزاينات هسه، ديزاين البوليمر شلون نتعامل وياه، فهذا ما لنا علاقه بيه نهائيا. لنا علاقه بيش؟ ايش قلنا شباب؟ التصنيفات الثلاثه اللي هي او اعتقد اربعه، البوليمر ستراكشر هذا هي هسه حندخل عليه، البوليمرايزيشن ميكانيزم، بريبريتيف تكنيكس، thermal behavior. يلا واحدة واحدة. The polymer structure. Good. نجي على polymer structure. شلون يكون polymer structure شباب؟ يكون يا أما linear يا أما branched أو نسميه بال cross linked، يعني linear branched or cross linked، يعني واحد هذا أكو ارتباط عشان نسولف عليه هني. linear branched or cross-linked ladder versus functionality. شنو ladder شباب؟ شنو هاي الكلمة معناتها إذا واحد يعرفها بالإنجليزي؟ درج. جيد جود. فالدرج يعني معناتها كفت تنظيف الترتيب معين يشابه الدرج. أوكي. versus شنو؟ functionality. زين. هذا الحكي هنا كله هذا مطلوب من عندك تقراه انت طبعا تشوفه، لكن انا هسه هذا الكلام كله هنا الموجود انا حفصل لك اياه هسه. هذا كل الكلام حنحكيه بالعربي بشكل واضح، واذا تحب ايضا اقرا لك اياه ان شاء الله. زين انا حسال هنا سؤال شباب، اسالكم سؤال، هل كل ماده عضويه ممكن أن تكون بوليمر؟ ممكن. بعد أحد يقدر يجاوبني على السؤال؟ ممكن لا، يعني حسب. حسب إيه هو هاي أريده؟ حسب شنو؟ يعني حسب قابليتها أنه تسوي chain reaction. لا سوي لي أعطيني كلام علمي. أنا كنا كل شيء له قابلية وما له قابلية، أوكي ماشي، لكن شنو هو هسه السؤال الجدد؟ شنو اللي يخليه له قابلية وما له قابلية؟ الأوليفنز بصورة عامة، الدبل بوندد ماتيريالز. لا تجيب لي، ما أريد أمثلة، أريد أني تفسير هسه هنا، فسر لي علمياً. يعني هل أنا سؤالي واضح، هل كل مادة عضوية ممكن أن تكون بوليمرية؟ يعني ممكن، يعني شنو بوليمر؟ يعني هل كل مادة عضوية لها القابلية على التعدد وتتكون وتصير من يونت واحدة إلى ريبيتنج يونت وتتكون وتصير بوليمر؟ أنا هذا سؤالي. الإجابة كانت أنه حسب. زين رحنا إلى حسب القابلية، ماشي يا شي دجر شي، يعني قابليته يعني شنو؟ يعني لازم أكو بي فشي مميز دا يخليه بوليمر، مو؟ دكتور حسب قابلية على تكوين سلاسل مستمرة من نفس النوع من البوليمر أو الوحدات اللي مكونة لها. نعم نعم، هو
كلام صحيح، بس انا حدخل به بعد بدقه اكثر. اكو شيء نعم 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 يا سمج نعم قابليه التحلل العضوي حسب قابليه التحلل. لا ما نحكي الكلمات العلميه الصحيحه، التحلل معناته ديجريديشن بالانجليزي، يعني شغله مضره مو بها فائده. التحلل تفصل تكسر ينتهي. ما نقول تحلل، شو نقول؟ حسب قابليه تكوين المركب تكوينه نسميها ب يعني فانكشناليتي راديكال جروبز، يمكن راديكال جروبز هاي شيء. ما يخالف والله، كله حاكيكم، ما انا ما شفت شيء غلط، هو صحيح، لكن بس اريد اوجه اني علميا انه المركب لما يكون جذور حر قابل للتفاعل من جديد راح يكون بوليمر، لما المركب ما يكون جذور حره ماشي زين. شلون نكون جذور حره؟ لما اتخذتنا بعيد شويه ماشي، هذا شلون نكون جذور حره؟ مثلا عندنا الالكانات مثلا، اذا الالكان مثلا CH4 CH3 جذر حر، لما يتفاعل ويا مثلا كلور نخليه ويا كلور مثلا كلورين ويا اثيلين يعطينا جذر حر للاثيلين وهكذا. نعم هذا بالبوليمرات شباب نسميه بالانيشيتا. شنو هو بادئ للتفاعل؟ جيد. فاذا معناته هنا أنا أكون المفروض يصير إضافات على مود يصير بادئ للتفاعل، لكن مو هذا موضوع يعني. أنا سؤالي كان إنه هل كل مادة عضوية ممكن أن تكون بوليمر؟ الإجابة لا، مو كل مادة عضوية أنت تشوفها لها قابلية على أن تكون بوليمر. ليش؟ لأنه البوليمر إلى خاصية، أو العفو المونيمر إلى خاصية. إحنا بعد ما كوننا بوليمر، المونيمر الخاصية اللي به هي الاكتيف سايد او الفانكشنال جروبز الموجوده عليه. اوكي، ايش قد ما كانت اكو اكتيف سايز او فانكشنال جروبز موجوده عليه، مثل بس وياي باع لي على المؤشر تباعه، هذا مثلا فانكشنال جروبز، هذا عندك هنا فانكشنال جروبز. فكل ما يكون عندك زياده بالفانكشنال جروبز على سطح المونيمر معناته هذا إلى قابلية يعني يكون لي شنو؟ يكون بوليمر. ليش؟ لأن الفانكشناليتي مالته، أعتقد واضحة شنو الفانكشناليتي، مو؟ واضحة عندكم هاي الكلمة؟ فانكشناليتي المجموعة الوظيفية اللي تساهم بالتفاعل. عفية، المجموعة الفعالة، خلي تكون أحسن. المجموعة الفعالة الموجودة على سطح المونيمر أو على سطح المركب العضوي، كان يكون أكثر بحث. نسمي الألديهايد والإيثر والأستيلين. بالضبط. بالضبط. كل ما تصير عندك هنا الستايرين مثلاً وغيرها المركبات ومونيمر، لكن كل ما تكون الفانكشناليتي ما تخلي هسه نحكي شوية علمي. إذا نسى وضحت. إذا كل ما تكون هو مثلاً الستايرين فانكشنال جروب مالت الفينيل والأثيلين فهيك يعني. نعم نعم، دائما يصير الفانكشنال جروب عندك على الأطراف، ودائما إذا شوي أنا خلنا نحكي كلمة، إذا كانت عندك التوزيع الإلكتروني مالته يكون ضعيف، إذا كانت فيها عواصم مزدوجة حيكون التوزيع الإلكتروني مالته ضعيف، يعني ممكن أن تتكسر بسهولة، وبالتالي تكون مناطق فعالة على السطح. يعني كثرة الأكتيف سايتس على هذا المركب العضوي، يلا بالتالي نقدر نتوقع انه يكون لنا بوليمر. فاذا السؤال هنا، ليس كل ماده عضويه ممكن ان تكون بوليمر، مستحيل، ما اقول شيء. اللي اللعبه وين؟ اللعبه الاساسيه بالفانكشناليتي. فالفانكشناليتي كل ما كانت عندك الاكتيف سايز الموجوده على الفانكشنال جروب عاليه، كل ما تكون عندك التكوين البوليمر اكثر. فاذا انت هنا وظيفتك شو تسوي؟ شنو وظيفتك هنا انت كمهندس بوليمر؟ خلينا نقول تعرف، لازم تعرف عدد وموجودات الفانكشنال جروبز بالماده العضويه الموجوده، يعني هاي فانكشناليتي. زين، سؤال بسيط شويه، ما عندكم خبره، بس ما اعرف اذا احد بيكم دارس يعني شويه او عنده معلومات استطلاع، شلون نعرف الفانكشنال جروبز بالبوليمر او بماده عضويه؟
شلون عرفوا موجوده ام غير موجوده ما موجوده دكتور من الاستراكشر مالته يعني غير اي ما يخالف يعني هسه نحفظ يعني كيتون استر كاربوكسيل الديهايد وهكذا لا انا قصدت شويه عملي اكثر انا شويه عملي اكثر يعني انا شويه يعني كنت بال سابقا صناعه طلعت برا درست واشتغلت على هوايه مركبات معينه هنا انا من تجي انت يعني انا مثلا اجيك للجامعه او اجيك للدائره مالتك او المكان اللي انت بتعمل بيه واقول لك يا ابي عندي هذا المركبه وعلي بي فانكشناليتي بي انت ما تعرفه يعني ولا كيتون لا شيء ما هو مجرد قطعه وجاب لك اياها فانت شو تسوي لازم تسوي له عمليه كاركترايزيشن تسوي عمليه فحص شنو الفحص اللي تجري عليه الفحص يسموه اف تي اي ار هذا ان شاء الله كله ناخذه بالتفصيل يعني انت مهندس لازم تعرف هاي الامور يعني اجيب لك البوليمر هاني انطيك اياه تروح تسوي لي فحص عليه يسموه بالاف تي اي ار هذا الاف تي اي ار جهاز هو يطلع لك الفانكشنال جروبس هو يطلع لك يقول لك بي فانكشنال جروبس موجوده انت حتحدد انواع الموجوده الفانكشنال جروبس هذا وبالتالي حيأدي يقول لك يا بي ترى انه الفانكشناليتي مالته عاليه اذا ممكن انه يكون مواد بوليمريه واضح شباب؟ دكتور زين سؤال جواب كل البوليمرز اروماتكس لو ما لها دخل اروماتكس انت دا تتكلم لي على شو الاروماتكس معناتها اللي هي المركبات الحلقيه مو صح لو غلط اي بالضبط بس انا يعني حسب ما شفت انه اغلب مو اغلب كل البوليمرات اللي شفتها اروماتيك يعني فما ادري هيك جان سؤال لا هي شوف الاروماتكس هي يعني معناتها تعدك هنا مركبات تكون حلقيه انا اريدك تنظر للمركبات الاروماتيه اللي هي وياها الفانكشنال جروز بالمركبات مو هسه اتفقنا فإذا أنت عندك مركب حلقي أريدك تباوع لي على الفانكشنال جروبز على يعني على الجروبات المرتبطة بالمركب هسه نشوفها هسه موجودة عندنا تشوف لي إذا أكو جروبات هواية مرتبطة خارجية هسه قامت لعندنا هسه تلاحظها معناته أنه هذا أي نعم هذا له قابلية على أنه ممكن أن يكون يسوي عملية يعني ممكن أن يتبلمر أوكي واضح الإجابة إن شاء الله ماشي جيد زين شباب هاي الفانكشنال جروبز اكو انواع من عندها اكو مونو فانكشنال اكو باي فانكشنال اكو بولي فانكشنال مو صح لو غلط يعني اكو ارتباط احادي اكو ثنائي اكو متعدد علي الارتباطات فهذا كل واحد له طبعا مثل ما موجود عندك هنا لو لاحظ التصنيف مالته هذا يا مونو باي او بولي فانكشنال تعتمد على فيما اذا كان اثنين او اكثر من سايتس جروب موجود افاليبل لللينك وذ اذر مولكيولز اوكي اذا هنا الفانكشناليتي اذا نجي عليها في التعريف هاي طبعا هي ما هذا انا دا فهم لك اياها ما تجي اقول لك عرف لي الفانكشناليتي ما عندي ما اجيب اسئله فاذا الفانكشناليتي التعريف مالتها هي بشكل مبسط هي عباره عن كلمتين فقط ممكن ان نعرفها كلمتين فقط هي نسميها بالانتر لينكينج كاباسيتي شنو انتر لينكينج كاباسيتي اعتقد كلمه واضحه انتر تداخل لينكين ارتباط سعه شلون تفسرها بالعربي ما اعرف انا انتر لينكينج كاباسيتي هي التداخل الارتباطي او سعه التداخل الارتباطي هذا هو الفانكشناليتي نسميه احنا هنا هذا التعريف مالته كلمتين واضح شباب؟ كمل المحاضرة. هذا طبعاً هنا أنا لو تلاحظ التم هذا يعطيك أشكال وكلام شوية هنا أنا. من هذا هنا أنا لو تلاحظ هذا للاطلاع يعني أنا ما مطلوب يعني هذا يجي يتوسع بعد أكثر أنا أعتقد اللي شرحته مهم جداً وافي أكثر من هذا الموجود هذا للاطلاع عندك همين الحد ما توصل هنا أنا هذا كله كم لهنا العفو هذا تبدي الحد من هنا يعني هذا الاطلاع هذا ما مطلوب من عندك تحب تقرا اقرا ما عندي مشكله بيه بس هو للاطلاع البدايه مالتنا حتكون من هنا هذا حيكمل المحاضره شوي هو هنا بهذا الجزء راح بعيد نتكلم عن امور بعيده يعني ما تهمنا هسه حاليا فنكمل المحاضره مالتنا بس خلي يفوت ابو الليل
فالمونيمر شباب عندنا هنا contain functional group that are react under different condition تسمى قلنا هنا بال يسمى بالlatent functionality. ما عندنا إشكال it's alright ماكو مشكلة. لكن خلنا نشوف هذا التفاعل شباب وياي باعوا لي هذا التفاعل هنا على مطلوب منك بس انتبه لي على هذا التفاعل. هذا دي يسوي الاسترفيكيشن او الاستر عملية الاستر بدي اخذ اسيد الكحول هنا لو تلاحظ شيء. سؤالي انا هنا كم فانكشنال جروب موجود هذا بالمركب؟ واحد اريد من البنات يجاوبني. اوكي نروح على الاسماء ما عندي مشكله. يلا ساره جليل وانا ساره. نعم دكتور. يلا ساره. دكتور وينه؟ بياته هذا كم فانكشنال جروب بي؟ بس واحد. جيد هذا الثاني. أم واحد. جيد زين إذا هذا صار عندك فانكشنال جروب واحد هنا أيضا فانكشنال جروب واحد هنا إيش طلع عندنا؟ عندنا اثنين أكيد يعني. ماشي يعني هنا لو تلاحظون هذا فانكشنال جروبز لو تشوفوه يعني هنا بس اكو ملاحظه يعني هنا زميلتكم اخذتها قالت هنا من عندك هنا انت فانكشنال جروبز واكو هنا فانكشنال جروبز فاكيد مو وياي اكيد حيكون عندنا تو فانكشنال جروبز. صح لو غلط؟ اي صح. لا غلط مو بشكل. اوكي غلط ليش الغلط وين؟ لما عندك هنا انت شباب بس انتبه لي هو شنو وظيفه الفانكشنال جروب؟ هو شنو وظيفته غير يرتبط ويا فانكشنال جروب اخر مو يعني الاستر الاستر واحد فانكشنال جروب هو كل واحد. لا ما نسمي مو بهالشكل بس خل اوضح لكم. ابنيتي اسمعيني هذا فانكشنال جروب عندك هنا مو هو شنو وظيفه الفانكشنال جروب؟ يرتبط بفانكشنال جروب اخر. من صار ارتباط هذا ويا هذا ما صار عندنا اي فانكشنال جروب بعد هنا. استر وقف استر هذا يسموه واحد بس ماكو يعني معناته انه هذا التفاعل لاحظ له هنا غير قابل يعني بعدين ورا من طلع هذا عندك هنا المركب ماكو عمليه تسميه بال ال 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 يعني external or extend esterification process. ليش؟ لأن وقف واحد فاعل ارتبط كون مركب ما يقدر يروح أبعد. It cannot go further. ما يقدر يروح بعد أبعد بال process مالته. Okay؟ دراسة هاي هسه احنا خلينا ندرس خلينا نشوف شنو هاي العملية وليش قاعد يصير فيها عملية تعددية وغيرها من الأمور هاي. ماشي فهنا انت حسب الشغل مالتك انت كمهندس هل انت تريد تكون مستمر بعملية الاسترفيكيشن ام لا؟ اذا لا it's alright اخذ فانكشنال جروب واحد فانكشنال جروب واحد وقفه تفاعل حيوقف عندك بعد ما حتكون تقدر تستمر بالعملية ولكن لسبب ما انت ما تريد يتوقف عندك عملية الاسترفيكيشن تريد تستمر شو تسوي؟ نضيف بعد functions جيد good يعني نستخدم لو تلاحظ لي هذا نسميه بالmono functional group باع هنا صار باي فانكشنال جروب لاحظ لي هذا مونو فانكشنال جروبس صار هنا باي فانكشنال جروبس اوكي اذا باي فانكشنال جروبس بلس باي فانكشنال جروبس يطلع لي وين البنيه بنيتنا هسه الحكيت نعم دكتور باي علي هنا باي فانكشنال جروب وباي فانكشنال جروب ايش يطلع عندنا يطلع واحد رجعنا هنا ايضا للخطأ دكتور هو غير فانكشنال جروب يرتبط ويا الله يطلع واحد
جيد جود. هذا هي طبعي باي. بس اسمعيني انت وياي هسه، هي حساب شلون نسميها؟ حساب عرب. هسه احنا ما نروح، ما رايحين هسه لا كيمياء ولا فيزياء ولا هذا. هسه عندنا هذا فانكشنال جروب وهذا فانكشنال جروب، بس اريدك وياي من هذا ويا هذا وياي ارتباط، ماكو اي فانكشن، هذا ارتبط ويا هذا مو تمام. شو يطلع شيء؟ لا بس واحد. جيد يلا جيد زين. هنا ايش عندنا بنيتي؟ عندنا هذا واحد وهذا واحد، وعندنا هذا واحد وهذا واحد، بس وياي من اجي هذا الفانكشنال جروبز ارتبط ويا هذا الفانكشنال جروبز. اوكي ايش حيطلع النتيجه عندنا هنا؟ اثنين. جيد باي فانكشنال، يعني بقى هذا فري بوحده وهذا بوحده مو اي هو هذا الان اداري ايش تفتهمي يعني. المهم انه هنا الركز يريد شو مش قاعد بيصير هنا يا شباب. هنا التفاعلات يعني لو تلاحظوا هذا، هذا وقف مو وقف، لا ما وقف هذا التفاعل، هذا وقف مركب وقف بعد ما يتقبل يصعد بعد اكثر. اوكي لكن هنا سوى، هنا سوى باي فانكشنال. لو تلاحظوا هنا هذا هياته واحد هذا اثنين، هذني كلهن مرتبطات، هذني مو فانكشنال جروبز، هذني المركب الاصلي اللي هو متكون من هذني الجزئين. لكن الباي فانكشنال وين صار؟ صار هنا عندك هذا واحد وهذا اثنين، صح لو غلط؟ طبعا صحيح مو غلط. هو جيد. احد ما افتهم؟ اي استاذ بس عيد شويه. يلا نعيده، نعيد مره اخرى. من انت عندك تريد التفاعل مالتك النتيجة مالته تريده يستمر، يعني هذا تريده في كونديشن لظروف معينة، لأنت تحضير قاعد تريد تحضر لسبب ما، تريد أنت تكون لك فت بوليمر لهدف معين آخر، أنت تريده يوقف يكون مستقر، لو تريده متعدد تريده هواية من عنده يتكون، يعني سلسلة من التفاعلات تستمر، فيعتمد على اختيارك للمركبات الأولية مالته. يعني لما جيت هنا استخدمت هذا ايش قلت؟ كم فانكشنال جروب بي؟ واحد. هذا بي فانكشنال جروب واحد، من يتفاعلون حيرتبط هذا ويا هذا، ما حيبقى عندنا اي فانكشنال جروب مفتوح فري ما متفاعل، صح لو غلط؟ واضح هذا؟ واضح لا مو واضح؟ نعم واضح. جيد زين. لما اريد هنا العملية هاي مالتي تستمر، يعني تفاعلات بعد إضافية تصير هنا، أنا أحتاج إلى فانكشنالات جروب إضافية، فانكشن جروب بعد، فش نسوي هنا؟ بدل ما أفعله ويا مونو مونو فانكشنال، باي باي فانكشنال، يعني نرجع نفس الخطة هنا مالتنا، هذا مو بي تو فانكشنال جروبز وهذا بي تو فانكشنال جروبز، أوكي؟ هذا ارتبط ويا هذا، فساب هذا فري، هذا بقى حر ويا من يرتبط ما عنده احد، هذا واحد وهذا اثنين، فالنتيجه مالتنا حتكون باي فانكشنال. هذا شوف شلون يختلف، هذا هنا موجود هنا ما موجود، هذا موجود هنا عندكم الجروب، هذا هنا ما موجود الجروب. مين صارت هاي؟ هذا التغيير شنو اللي صار هنا؟ التغيير بسبب التفاعلات اللي اشتغلنا بيها، مونو باي فانكشنال جروبز. واضح؟ نعم. جيد جود. يلا نستمر بالمحاضرة مالتنا، يوم محاضرة طويلة وجميلة مو شباب؟ يلا خلينا نشوف الستراكشر يونس هذا، هسه احنا مو صار باي فانكشنال وارتبطوا، خلينا نشوف شنو الاشكال مالته هذا. بعرف هنا اكو ارتباط يسموه لينير، هذا لو تشوفه هذا لينير معناته شنو؟ خطي او طولي؟ لا عبالك انه هاي التعرجات هنا هذا مو خطي، لا اللينير معناته هنا ماكو تفرعات، لينير ماكو تفرعات، خط يطلع يجي بهالشكل هذا، ماكو بوليمر يجي على شكل خط وغيرها، لا بالحقيقه بالواقع شو يكون؟ يكون على شكل خط هالشكل هذا، هذا يسموه لينير. اوكي نجي للبرانشت. شنو البرانشت؟ البرانشت مثل شلون الجذر مال النبات، من عندك انت جذر رئيسي وتتفرع من عنده افرع، هذا يسموه عندك هنا البرانشت. اوكي وش اكو ايضا؟ الكروس لينكد. هذا الكروس لينكد هو مهم شباب، هسه نشوف هنا نشوف هنا اهميه الكروس لينكد. يعني
نجي نتكلم هنا هسه حاليا على مسألة الأشكال. هسه تعرفتوا هاي الأشكال، خلنا نجي نقرأها هنا. Structural identity form reaction monomers main principle be linked together in any conceivable pattern. شنو conceivable patterns؟ يعني بأي شكل مريح هو مرتاح له، هو شكل يأخذ بطبيعته. يعني the bifunctional structure unit can enter into two and only two linkage with other. هسه هذا كل الحكي هسه اللي قلناه هسه يعني انا سولفته هو قاعد يحكي هنا لكم، فيبين لك اللينير شلون يصير. يعني نرجع وين هذا صاحبنا هنا، من اجى هذا هنا مونو شيء يمكن ان يكون لك لينير، هذا لينير الشكل مالته عدل لا بي تفرعات ولا غيره، لا تباوع لي على هذا التفرع، هذا أصر مزدوج هذا مركب ما له علاقة. أنا أحكي على الفانكشنال جروب، يعني من تجي تباوع عسى إحنا بعد صارت عندنا خبرة كل بوليمر باوع على الفانكشنال جروبز مالته وتفرعاته. أوكي، إذا ما بي تفرعات شباب، فمعناته هنا عندنا أكو شكل مالته دا يصير هو بهذا الشكل. شباب عندي بس اجاني تليفون، بس من رخصتكم ثواني ان شاء الله وارجع لكم، بس ثواني تليفون مهم. اعتذر شباب من عندكم عيني، بس نكمل المحاضرة. فالموجود هنا طبعا مثل ما سولفت لكم الكروس لينكد كلش مهم شباب، يعني بقى هذا لينير هنا، يعني معناته اللينير خلي واحدة واحدة، لينير معناته الفانكشنال جروب الموجودة بيه كلها مرتبطة واحد ويا الاخر، لكن بالبرانش تباوع لي هذا الشكل هنا، هذا كل هذني الموجودات هنا الاطراف هي عبارة عن فانكشنال جروبز، كل الاطراف هاي الموجودة عندك هنا، فهذا يسموه بالبرانشت او الكروس لينكد. من يتحول شباب الى هذا الشكل؟ لاحظه انت الكروس لينك هذا يتحول، طبعا هذا جدا مهم، هذا الجزء جدا مهم، يعني اعطيك عليه فد مثال طبيعي بسيط اعتيادي. كلكم تعرفون الايبوكسي، ايبوكسي العادي، ايبوكسي عادي عندك موجود انت هنا، شلون تبدي انت تسوي له شلون يتصلب؟ لا لازم نضيفه في هارد نام معين، مو؟ نعم، نخلط مادتين ويتصلب. جيد، جود، مادتين. هاي شنو شباب المادتين؟ هلا مودتها بس تتعرف عليها.
هاي المادتين وأول شيء عندك إيبوكسي والمادة الثانية هي عبارة عن مصلد. هذا المصلد دائما يسموه بالكيورينج إيجنت. سامعين بيه ما سامعين بيه ما أعرف. هسه حنجي عليه كلنا نشوف. هذا الكيورينج إيجنت أنت من تضيفه شو تسوي شباب؟ حيبدي شو يسوي حوله إلى إيبوكسي يساعده على أن يكون شيء يرتبط ويا شيء ويسوي فشيء اسمه بالكروس لينك. كروس لينك هذا مهم شباب. على مود يحول البوليمر من ليكويد فيسكوس عادي ليكويد ممكن انه انت يتنقل وممكن ليكويد الى ماده صلبه. يعني معناته شنو صار؟ تحول من هذا الجزء او من شكل الى كروس لينك وصار عندك هنا العمليه مالتك صارت بها عمليه تصلب. اوكي فالكروس لينك يعني هنا يعني شلون مثلا حتصير كلمه علميه. يعني تجيب انت الايبوكسي ما حد يقول صلبه صلب لي اياه او خلي له هذا يصلب. نحكي بطريقه علميه شو نقول له؟ نقول له سوي كروس لينك. هيك اريدك تحكي نسوي له كروس لينك على مود يصير كروس لينك بالبوليمر. يسموه يضيفوا له فد ايجنت معامل اخر ماده اخرى اللي هو الهاردنر ينضاف يساعد هاي الفانكشنال جروب الموجوده على الارتباط مع بعض وبالتالي يصير في عمليه تصلب. هذا هو الهاردنر وظيفه الهاردنر شباب. اوكي فمن انواع الايبوكسيات اللي المعروفه والموجوده هنا هو اللي يسموه بالدي جي اي بي اي هذا الشكل مالته لو تباعه هنا هذا النوعيه هذا موستلي وات يوز اللي هو طبعا هذا الايبوكسي او اللي نريد احنا دائما نحاول او نسوي له عمليه تصليب نسميه العفو بالبري بوليمر. يعني هسه انا من اجي اقول لك يا فلان يا احمد يا علاوي جيب لي بري بوليمر. بري بوليمر هو معناته الابتدائي البوليمر الابتدائي او السابق او الايبوكسي او الماده الاوليه اللي حتشتغل انت بها على مود تسوي لها عمليه تصلب. لما تيجي هنا موست وايدلي اند بري بوليمر هذا بدي اتكلم على اسمه فد اسم يعني ما شاء الله عليه دايجلايسايدل ايثر اوف بايس فينول اي اللي هو دي جي اي بي اي هذا الشكل مالته. ارجع واقول لكم ما مطلوب من عندكم الحفظ مالته بس مطلوب من عندك تباع شوف الشكل مالته هذا شلون قاعد يصير هنا. اوكي خلينا نجي نباوع هنا هاي العمليه شلون قاعد تصير. يعني عمليه الاتصال هسه احنا مو حكيناها هنا انا مو شرحتها. يعني هذا برانش يخلي كل واحد يرتبط ايتش اذر وباضافه مركب اخر على مود يصير عمليه كروس لينك بهذا الشكل. يعني يتصلب شلون بالشكل التالي. هذا الشرح مالنا للاتاك اوف ان ايبوكسايد جروب باي ذا برايمري امينز. شنو معناته هذا هنا؟ انا دعك على الكيورينج. الكيورينج دائما الانواع مالته هو يصير مثل يعطيك مثال عليه مثل عندك الامين. يعني شنو هذا الايبوكسي شباب ويا الامين. هذا الامين شلون فانكشن الجروب بي؟ اثنين بي. جيد جود. شلون عرفت اثنين؟ ممكن اسالك؟ من الاتش 2 ان هو فانكشن جروب والان اتش 2 همين. اي نعم. يعني انت راسا عينك وبالك راحت على الجروبات يعني النهائيه الموجوده بيه متصله بيه. شكو جروب خارج عن المالوف يعني خارج عن اللينيار بالاطراف تباعك جروبات معينه. دائما طبعا الجروبات اريدك بس تسجلها يمك. يعني هاي الجروبات المشهوره المعروفه بال كفانكشنال جروب انت ممكن انه تستكشفها يعني بس تباع على الستراكشر. إذا تحب سجلها يمك هي الـ OH C اللي هو الكربون C double O H C N C capital N capital N H مثل هذا الأمامة كسه حاليا OH قلت لكم إياه. هن هذا النهاية. هاي من أشهر الفانكشنال جروبز الموجودة ممكن أنه أنت تلقاها. أوكي فهسه وين يعني ما أعرف ابنيتنا اللي هسه كانت موجودة وقالت
صار حكي على الباي فانكشنال وغيرها. فلاحظ هنا واحد اثنين فانكشنال جروبز ارتباط ويا الايبو. اريدك ايش تقرا؟ تفاعل ينقري. انت مهندس، انا ما داري دك كيمست، انا ما علي يا عاصر حتى تنفتح هسه حاليا، مو هذا الهدف. الهدف اريدك تقرا للتفاعل، ولا اريد اعرف ايش قد الانثالبي، ولا حدخل ثرموداينميك، ولا ويات كلها مطلوبه من عندك. اي نعم على مود لاجراء التفاعل هنا ذني كل الكونديشنز مثل ما احنا اتفقنا، لكن فشي ابتدائي لازم تكون عندك خلفيه عن الفانكشنال جروبز بالنسبه للتفاعلات. ايبوكسايد تو فانكشنال جروبز فتح هنا ارتبط هنا ويا فتح هاي الاصر تين كون سي اتش 2 صار واحد فانكشنال جروبز عندك هنا. اوكي هذا فانكشنال جروبز ثاني. اوكي هذا فانكشنال جروبز ده يتضلل للار، ار مو فانكشنال بس هذا، هذا جزء فانكشنال جروبز، هذا فانكشنال جروبز عندك هذا اخر هنا. اوكي فهذا الواحد اماين تو اماين. واضح شباب؟ سؤال انا اسال هسه قبل ما نكملها، أنا أسأل هل تتوقع هذا المركب اللي ظهر عندك ممكن أن يستمر بالتفاعل أم لا؟ نعم يستمر بالتفاعل لأنه free radical. لأنه free radical. لا ما نسمي إحنا free radicals، أكو functional groups إضافية. radicals يعني... لا مو إحنا نسمي يعني الأمور بالنسبة يعني شون؟ قصدي يعني مثلا هو مثلا انا يونك الاجمال المفروض فجذر يعني لا هذا شوف بالنسبه للجذور الحره مو ما اعرف اذا انت نفسك كل مره تقول لي على الجذور الحره ما اريدك لا تشل بجذور حره. انا هسه دا احكي على الفانكشنال جروبز وتواجده، ليش؟ لان ذني اكتف سايتس، ان ذني الفعالات، ان ذني نشتغل عليهم. ماشي حبيبي؟ فلما دا اقول لك انا الفانكشنال جروبز موجود هنا، هذا هنا موجود، هذا الجزء موجود عندك هنا، فهو اللي قاعد يخلي العمليه مستمره. اذا لم يكن لديك يعني من صار تفاعل ولم يكن لديك فانكشنال جروبز هنا، فاذا التفاعل ترى حيوقف عند هذا الجزء، ما يقدر يكمل، يمكن حيصير اكسس من ماده الايبوكسايد، قد ما تضيف واقفه ما له علاقه، مجرد حيفصل ويبقى على صفحه، مو ماكو اي تفاعل. لكن من سويت اني باي فانكشنال هنا اثنين تكون عندنا اكثر من فانكشنال جروبز، اذا باعلي هنا المعادله الايبوكسايد رجع تعامل ويا من؟ ويا المتكون هذا. ليش؟ لان بياكو اكثر من جروب ومستمره العمليه، مستمره طلع برانش بوينت، شوف هذا برانش صار تفرع اكثر، واذا تستمر هنا اياته باوع يستمر اكثر، تفرع منه تفرع منه، صار بي تفرعات كلش هوايه. فلو تلاحظ لي هاي التفرعات للمنظمة المرتبة اللي صارت، فإذا يعتبر يسموه بالكروس لينك اللي هو شنو هو انفيزبل، يعني ما يذوب العفو، مو ما يذوب، شو نسميه انفيزبل، ما ينصهر، مو ما يكون صهار، ما يذوب، ستركتشر كل الصلب تكون عندنا. لاحظ لي هذا ستركتشر اي اي ليش صار بالشكل هذا كروس لينك، كروس لينك مو بس هذا، بسبب اللي انت ضايف الهاردنر هذا يا تمامته، مو هذا مو هاردنر بالمناسبه العفو، هذا هياته هنا هذا الاول واحد، فمن تفاعل كون له مركب اكثر معقديه، هذا هياته زين بي فانكشنال جروبز يخليه الى الابيليتي او الكابابيليتي مالته عاليه انه يتفاعل بعد اكثر ويا الايبوكسايد الموجود عندك بالمركب ويكون لك شنو هو كروس لينك. صغيروني حبوب هذا هياته، يعني دا يريد استوى يتصلب. شوف باوع شلون تقرا التفاعلات، استوى دا يريد يتصلب، لكن من تستمر بالعمليه هنا أنا اخذ تايم وقت، طبعا بدنا نحكي على الكونديشنز، الكونديشنز تايم هنا المفروض فوق السهم، المفروض عندك درجه حراره، المفروض عندك الكثير من البارامترز هنا اللي تتحكم بها للوصول الى هذا المركب. اليوم حاليا ما عندنا مشكله، احنا مره ما بدنا نتعامل ويا الظروف، بس نريد نفهم شنو اللي قاعد يصير بالعمليه بشكل عام. واضح شباب؟ واضح لو مو واضح؟ نعم دكتور واضح. جيد جود. فيبقى هنا شنو؟ اكو ستركتشرات ايضا
by employing different بس اريدك وياي تركز انا من اقرا شيء هو مهم حيكون يعني هو هذا تاخذه تبديله من هنا by employing different reactions or binding the stoichiometry mode for reactants different structure can be produced and consequently يعني شنو معناته شغله اضافيه سيت اقول لك عليها هاي معادله الاستوكيومتريا مالته كل ما زيد يعني اذا مو واحد هنا واحد ايبوكسي وواحد العفو خلينا نرجع الرئيسي واحد ايبوكسي وواحد هنا من هذين ضفنا 2 مول 2 مول من هاي الماده وواحد مول حيطلع احتمال ستراكشر اخر اضافي ممكن ان يسرع من التفاعل ممكن ان يسوي لك كروس لينك يختلف يعني كروس لينك اللي يتكون عندك غير شكل يعني يبدي يزيد يقل حسب نوعية التفاعل والجزء اللي انت قاعد تشتغل عليه يعني من ضمن الكونديشنز مال الظروف هي ليست فقط درجة الحرارة والزمن والكميات ايضا المستخدمة ضرورية تراكيز المستخدمة زين سؤال بسيط صغير بس للتذكرة يعني معادلته شنو تعرف المول المول شو يساوي مول شباب دكتور الكتلة عن الكتلة يطلع شنو شلون يعني العفو هو عدد المولات الوحدة مالته مول فالكتلة على الكتلة المولية بس شوية قربينا ياها الويت على المول جاي هو يعني المول يساوي الويت على المول كلارويت واضحة؟ تمام يعني شو نسوي احنا ناخذ هذا المركب ياته من حنجيبه نشتري نسوي له نوزنه مهم وزننا ايش قد الوزن ناخذ الوزن يعني خلينا نقول 10 جرام ال10 جرام تقسمي ليها على المولكيولر ويت مالته هذا ايش قد المولكيولر ويت مالته يطلع برقم معين هنا النتيجه تطلع لنا المولات مالته هذا قد مول مستخدم او هذا المركب نفس الحاله يعني هذا المول يعني سميته اذا كل من غيك بالاستيكيومتريك يسموه مال المعادله يعني قصد المولات مال المعادله ممكن تطلع لنا استراكشرات اخرى اضافيه يعني الاقصد شنو استراكشرات اضافيه اخرى استراكشرات احتمال ايضا ممكن ان تكون فعاله برانش اكثر بالتالي ممكن اكثر اوكي فهذا هو هنا المثال by employing different reactants or binding the stoichiometry of reactants different structure can be produced and consequently the properties of the final polymer can also be varied ممكن ان يتغير يصير بتغيير مثل هنا انا معطيك امثله متعدده كثيره عليه هنا اوكي شباب نجي هنا أنا بس انا اريد على مود المحاضره لا يعني لا تتخربط علينا او يعني على مود تكون الستركشرات هنا أنا واضحة لأن إحنا إن شاء الله نوقف الحد الأمثلة هاي لأنه ما وقت بعد ما يكفي صارت عندنا واحدة ونص بس خلي أباء الأمثلة هاي إن شاء الله مطلوبة من عندكم على مود تقروها الأمثلة هاي هنا أنا هسه مطلوبة من عندكم خلي بس أكمل المحاضرة مالتنا فلك شباب لك linking يمكن يحدث randomly أيضا إن cross linked polymer consequently it can be broken down into smaller molecules by random chain scissions يعني ممكن ان يتكسر هسه هذا ما يعني بالنسبه للكروس لينك هسه مو مشكله احنا فهمناه يبقى شنو عندنا بالستراكشر بالستراكشر عندنا شيء اسمه اللادر بوليمر شنو اللادر اللادر هو عباره عن اكو فد ريبيتنج يونت يصير بشكل متسلسل شيء ورا شيء يعني شلون انت هنا عندك مثل الدرج وعنده بايات شيء ورا شيء يصعد شيء ورا شيء عندك هنا فيسموه باللادر بوليمر اللي يتكون من جروبات من البوليمر with a regular sequence of cross link اذا اكو شيء اسمه عندنا كروس لينك لكن هذا الكروس لينك اللي صار عندك اذا صار sequence يعني اكو تردد شيء ورا شيء يعني كروس لينك ورا كروس لينك اخر ورا كروس لينك اخر واحد ورا الاخ واحد ورا الاخ حيصير على شكل نسميه باللادر ستراكشر من مثال عندك هذا هنا امامك
اللي هذا مركب اكو تفاعل ويا مركب اخر. لو تلاحظ لي هنا احد زملائكم سال لي مركبات الاروماتيه، نعم هذا عندك المركبات الاروماتيه هنا موجوده، لكن انطيني فانكشنال جروبز موجود عليه. مو اذا موجود فانكشنال جروبز عليه هنا اذا ممكن ان اكون بوليمر. شوف هذا، هذا كروس لينك لو تلاحظه هنا اتكرر، اجى كروس لينك اخر وما طول هنا اذا يبدي يتكرر هواي مو كتبه شو نسوي، نخلي تو براكيتس نطي ان، اذا معناته هنا بعملية تكرر كل كبيره ويسوي عندك هنا اللادر. طبعا هنا اللادرز اللي بيفد شكل او فد امور استثنائيه، المولكيولر ستراكشر مال اللادر بوني از مور ريتش كلش متصلب من ذات اوف ذا كونفيشنال لينير بوليمرز. فهنا numerous members of this family of polymer display exceptional باوع اللادرز. شنو يعني هذا؟ هو كروس لينك سوانا الشيء اللي نريده عدين اذا يصير فيه متعدد فيصار exceptional فشي استثنائي من thermal وميكانيكال وإلكتريكال behavior. يعني هذني كلهن يبدن هذا الاكسبشنال مالته فشي استثنائي حيطي حراريا ميكانيكيا وكهربائيا فكله يتغير. فمعناته الكروس لينك يا شباب هو مفيد، فكلما زاد الكروس لينك كلما كان إلى أفضل وأحسن. فأشكر متابعتكم شباب، ما أريد أخذ من وقتكم، هي المحاضرة انتهت خلصت لهنا. فإن شاء الله على الأسبوع القادم نبدأ نكمل المحاضرة وتكون إن شاء الله على التكملة. فأريد من عندكم إن شاء الله تقروها، هذا أريد هو chapter 1 أريد بس تقروا لي إياه. أكو بنهاية chapter 1 شباب بس أطلع لكم إياها هنا. هاي طبعا أمثلة موجودة محلولة عندك هنا بس أريد أراوي لكم نهاية الشابتر إن شاء الله كلها نكملها. نهاية الشابتر شباب باعوا علينا أكو شيء اسمه الـ IV problems، هاي الـ problems أوكي. فمطلوب من عندك problem رقم واحد واحد problem 1-2 طبعا هو هنا أنا موجود لكن الحل هو دي يسألك عليه لكن الحل ما أنت موجود بنهاية الكتاب 1-2 هذا ايضا هم دي يتكلم على رياكشن مالت المونيمر اوكي. 1-3 1-4 اذا من 1-1 الى 1-4 1-5 من 1-1 الى 1-5 مطلوب من عندكم حاليا اوكي. من 1-1 أنا سأنزل لكم لينك وتدزولي الإجابات مالتكم على الكلاس روم. فحكتب الـ IV problems اللي من 1-1 إلى 1-5 مثل ما قلت لكم حتكون مطلوبة عندكم. واضحة الأمور شباب إن شاء الله؟ نعم دكتور واضحة، بس على مدى الحضور شلون دكتور تسجل حضور؟ والله أو تعطوني إياها هسه حالياً 1-1 كل واحد يعطيني اسمه يقدر يتفضل يطلع من الكلاس أوكي. أنا أشوفه أسرع وأحسن لأن الكلاس روم حخلي فقط للأمور العلمية الشغلات. الحضور أنا يبقى يمي هنا على مود أسجل هنا الأسماء، شنو رأيكم دكتور؟ ليش ما نسمع خلال تعليقات عن السوشيال ميديا دكتور؟ لا مو عندك هنا ما هو ما حيختلف ترى، يعني هسه هو كل واحد يطلع يعطيني اسمه. أنا إيش أريد؟ ما أريد أخرب. عندك القائمة على الأسماء تقدر تأخذ لها سكرين يعني. لا ما يخالف هسه، لا أنا أريد اسم اسم ينطيني ويطلع. أرجاني يكون كلامي واضح شباب، ما يخالف تقبلوني. أوكي دكتور. ليش السبب؟ أكو دابا وقسم من عندكم ما أعرف يعني أعتقد بس فاتح وما موجود أصلاً أو ما أعرف راح نام طلع سافر ما أدري وين. تجاوبني ما حد وياي على كونتاكت بشكل كامل. فأريد من عندكم هنا اسم اسم يطلع يعطيني الحضور مالتي عندكم انتم عدد يمي موجود 27 اللي ما يجاوبني مرتين ثلاثه فاعتبره انه غياب وما موجود. ماشي شباب؟ اوكي دكتور. زين اكو شيء اهم من هذا الحضور اي كمل غيث اسمعك. عفوا دكتور اكو بعض الطلاب يهمهم هو سيكتبون بالشات ما يقدر يفتح المايك.
لا تخاف حبيبي غيث، اي اعطيت شات موجود يعني. لا انا مو حاضر، شو اسمه حتى. لا لا تخاف ما عندي مشكله، هاي موجود عندي بالشات، وهو من حيطلع من ما يجاوبني وياي، من ما يجاوبني انا ابا على الشات حيقول لا انا موجود وياك ترى، فانا اخذ الاسم لا تخاف هاي مساله. اوكي مشكور دكتور. اكو شيء اهم من هذا، حضور ووجود واسماء وما اعرف شلون، انا ما انزعج من هاي ما احبه، لكن بس اريد نضبط الصف مالتنا على مود الامور تمشي احتياطيه. اللي اريده شنو؟ اريد الراي بالمحاضره اليوم، راي لازم يكون واحد، اريده بطل، راي واضح كلش واضح، يا بترى هيك احنا ما نحب هيك صار كذا كذا، معلومات كلش هواي وقت كلش قصير. نعم بعد بعد أكثر مثل ما قال أكرم، محاضرة يعني بها معلومات هواية والوقت أيضا قصير، صار يعني مو قصير إنه قصير حتى توسع بهاي المعلومات وتقبلها كمحاضرة واحدة، نقدر نقسم هاي المعلومات كلها، نقدر محاضرتين حتى يسهل استيعابنا لها وفهمها لها إن يعني نفهمها. نعم هسه احنا هسه بالنسبه ان سجلنا المحاضره مسجله، حتكون تقدر يعني هسه ورا ما تخلص التسجيل بعده موجود عندي لحد الان، ام حنزل لكم اياه وحيصير على شكل لينك وانزل لكم اياه موجود حيصير عندك بالكلاس روم. لكن شباب ايش قد ما تكون التصف رابع اريدك يعني ايش قد ما استلم معلومات، اخذ ما يخالف، محاضرة تقدر تعيدها مرة مرتين، انت هسه عندك قدامك اسبوع للاسبوع القادم ان شاء الله تحاول تفصل هاي المعلومات اللي انا كلها اعطيتك اياها. انا كان المفروض انا حاسب غير حساب، يعني انا حاسب هسه بعد اكثر كان توسعت بعد معلومات اكثر، ما اريدك تكون محدود المعلومات، خلي دماغك يتعلم على استقبال المعلومات وتفصيلها، يكون دفتر دائما يمك تسجل المعلومات تخليها تثبت، وبالتالي تبدي انت شويه شويه تتعلم على طريقتي، تبدي شويه شويه تتوسع بالمعلومات. هذا صف رابع شباب، انا اذا اتعامل هسه ويا مهندسين الا شويه، فارجو من عندكم انه تستعدون. صح يمكن اول محاضره بعدكم كنا بعدنا شويه هاي يعني المعلومات، لكن ان شاء الله ايضا بالمستقبل هم حراعي هذا الموضوع، هم شويه ابدي المعلومات اللي انطيها شويه اقللها على مود يصير عندك استيعاب. اوكي اوكي شكرا دكتور. ماشي يلا عيني هسه اسم اللي يخلي انا حصيح الاسماء. اولا ادي حنين. نعم دكتور موجود. حنين مرتضى تقدرين تغادرين. رقم 2 احمد نافع. احمد نافع يلا تقدر تغادر. سجاء صاحب. سجاء اوكي. سجاء احمد ناهي. نعم دكتور. غادري. منار حسين جاسم. نعم دكتور. غادري. سجا صاحب. سجا هلا بقى بالتعليقات. زهراء احمد نافع. سجا صاحب. نعم دكتور. اوكي احمد نافع. اوكي ماشي. والله شباب ما اعرف يعني لو تكتبوها بالتعليقات اشوف احسن اسرع، مو كتبوا اسماءكم بالتعليقات واطلع اسهل. يلا ما عندي مشكله، اكتب حبيبي واطلع، اكتب واطلع. غادر احمد ما عندي مشكله. جيد جود. هلا بس اذا تقدر نزل المحاضره شو بيها يعني محاضره؟ لا تنزل الكتاب مال المصدر بالكلاس روم الكتاب منزلاني
ماكو ضبط على الدرايف ويطلع لي ايرور. الكتاب على كلاس روم موجود، مو منزله درايف فايل؟ ايه يطلع ايرور. الكل هيجي لو بس انت اي دكتور انا همي ما فتح. يلا ماشي هسه عاد حنزلها مره اخرى، انزلكم يا الكتاب. اوكي تسجيل ماشي عندنا هسه هنا، احنا انا بس حوقف التسجيل. اوكي ستوب ريكورد، ستوب ريكورد.